أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نتوكل على الله نبتدئ المحاضرة الرابعة في السنترال نيرفوس سيستم سنسري، وهي خاصة بالكراش كورس. وزي ما قلنا الكراش كورس لأنه هو المعمول في تاريخ لاحق، يعني هو الأحدث، فبالإضافة إلى أن الكراش كورس مركز أكثر وأكثر وضوحا، فهو أكثر تجديدا، في معلومات أكثر وتجويدا. فهنبتدي النهاردة بالسنسيشنز بإذن الله، هنتكلم على السنسيشنز. وإحنا قلنا أن السنسيشنز هي دي اللايف إكسبيرينس، هي دي تجربة الحياة. لو أنا فقدت السنسيشنز تماما فأنا كوماتوزد. فموضوع السنسيشنز مهم جدا يا أولاد. طيب ها نتوكل على الله نبتدئ السنسيشنز. فالسنسيشنز بتنقسم الى ثلاث انواع، حب نظام قوي. اورجانيك سنسز اللي هم الجوع والعطش والجنس، thirst hunger and sex، ودي هندرسها مع السيكولوجي. ثم special senses اللي هم vision و hearing و smell و taste، ودول هندرسهم مع ال special senses. ثم موضوعنا في ال sensory CNS اللي هندرسه دلوقتي هو ال somatic senses. و ال somatic senses نمرة 3 بتنقسم بدوريها إلى 3. ففي عندي ال pain senses، احساسات الالم، thermoreceptive senses، احساسات الحراره يعني cold or hot or warm، وبعدين mechanoreceptive sensations اللي هم sensations produced by a mechanical stimulus. هذا الميكانيكال ستيمولس هيبقى حاجه من اتنين قلناها في محاضره الريسبتورز، يا لمسه تكتايل يا حركه، هنسميها proprioceptives او اللي هي joint senses. طيب التكتايل هتنقسم الى ثلاثة، يعني يعني احنا عندنا pain و thermoreceptive و mechanoreceptive. الميكانوريسبتيف يا اولاد دي اللي هي احساسات produced by a mechanical stimulus. الميكانيكال stimulus ده قد يكون لمسة، وخليك معايا بقى، اللمسة دي هتدي حاجة من ثلاثة. لو لمسة خفيفة هيبقى touch او نسميها light touch. لو لمسه قويه هتديني احساس بريشر ضغط، او نسميها ديب تاتش. متكرره هتديني احساس بالاهتزاز اللي هو فايبريشن. يبقى اللمسه بتدي حاجه من ثلاثه، خفيفه هتبقى تاتش، قويه هتبقى بريشر اللي هو ممكن نسميه ديب تاتش، وبعدين انه حسب موقع ريسبتور، وبعدين الثالثه متكرره تبقى فايبريشن يا اولاد. اما الميكانوريسبتيف اللي هو بنسميها جوينت سنسيشن اللي هو احساس البوزيشن، يعني زي ما قلت هل انت رجليك متنيه او مفروده؟ خلاص؟ كل حته في جسمك كده، غمض عينيك وعاوزك تتامل في كل جزء في جسمك. سبحان الله، قادر احدد مش كل ليمب، كل فينجر، كل تو البوزيشن بتاعه ايه؟ واقدر اقول هل هو ثابت ولا هو بيتحرك؟ موفينج والريت اوف موفمنتس، فده يسموه جوينت سنس. يبقى الميكانوسيبتيف سنسيشن بتيجي من حق من لمسه اللي هو تاتش بريشر اند فايبريشن، او حركه اللي هي البروبريسبشن اللي هو جوينت سنسز، السنس بوزيشن والسنس اوف موفمنتس. طيب بنقسم الاتي، التكتايل اهي قصادك، يا لمسه الميكانوسيبتيف اللي هي تاتش نقويها تبقى بريشر اللي هي ديب تاتش، نكررها ريبيتد تاتش تبقى فايبريشن، يا اما البروبريسبشن اللي هو بيسموها جوينت سنسز، ودي نوعين، يا ستاتيك في الثبات انك حاسس بوزيشن سنس، طب في الدايناميك لما بيبقى في حركه اللي هو تحس الريت اوف موفمنتس، او يسموها كاينيثيزيا. الثيزيا علمتها لك يعني احساس، بدليل انيثيزيا يعني لا احساس، فكاينيثيزيا يعني احساسات الحركه. ساعات في ناس رزله تقول لك هل في اذر كلاسيفيكيشنز تعرفها؟ اعرف اذر كلاسيفيكيشنز. لو الاحساس جاي من بره نسميه اكستيرو ريسبتيف سنسيشن. طيب يعني ده بتاع الجلد،
لو الإحساس جاي من تحت الجلد هنسميه deep sensation، لو الإحساس جاي من جوه هنسميه visceral sensation. يبقى الأذر classification لو من الجلد هيبقى من بره exterior receptive، لو من تحت الجلد يبقى deep اللي هما deep pressure vibration proprioception أو من الفيسرال. يبقى دي الإحساسات. عشان ما نتوهش تاني يا ولاد في عجالة، هنقول في عندي organic senses 3، الجوع والعطش والجنس، special senses 4، vision hearing smell and taste. وبعدين موضوعنا النهاردة إحساسات الجسم سوما، يعني جسم somatic senses اللي هما pain و thermoreceptive و mechanoreceptive. وقلنا عن ايه mechanoreceptive، افهمها، إحساسات produced by a mechanical stimulus، يا لمسة تكتايل هتدي يا touch يا pressure يا vibration، يا اما joint senses اللي هم يسموهم proprioceptive يا static ثابت احساس البوزيشن. كل joint في جسمك انت عارف البوزيشن بتاعه ايه، وديناميك هل هو بيتحرك ولا بيتحركش، والريت اوف موفمنت اللي نسميها كاينستيزيا. الاذر كلاسيفيكيشن يا exterior receptive يعني ننزل تحت شويه هيبقى deep، نخش جوه هيبقى visceral sensation. وقلنا يا ولاد قبل ما نبتدي القصة في تجميعة مهمة جدا، ان الاحساسات سبحان الله عند ربنا، الاحساسات عند الله تنقسم الى قسمين فقط، يا اما fine sensation او يسموها epicritic. خلاص fine sensation. وقلت كلمة epicritic جاية منين؟ من الجريك وورد او اللاتين وورد كريتيسيزم، يعني انك انت مش تنقد، هي هنا بمعنى تحكم، تو جادج. ايبي يعني حاجه زي الابيثيليوم خلايا علويه، يعني الجادج بتاعك عالي، يعني قادر حكمي على الاحساس قوي. قوي من حيث ايه يا اولاد؟ يعني على اي اساس يبقى فاين؟ على اساس حاجتين خدناهم في السنسوري كود، اللوكاليتي ان انا الاحساس واللوكالايز حسب اللوكاليتي. طب والانتنستي الشده اقدر احس ميني جريدز. يبقى تاني ده سؤال شافه مهم جدا، الابيكريتيك او فاين سنسيشنز على اي اساس بنقول ان هم ابيكريتيك او فاين؟ على اساسين، اللوكاليتي واللوكالايز والانتنستي ميني جريدز، تمام. بينما الاحساسات عكسها القرود اللي عكس فاين نوت فاين يسموها بروتوباثيك. قلت كلمه باثيك يعني احساس، وبروتو يعني ابتدائي، احساس ابتدائي. طب ليه قلت على الاحساس ده ان هو كروت سنسيشن بروتوباثيك؟ العكس تمام، انه بورلي لوكالايزد، حاسس بس مش قادر اميز بالظبط المكان. وعلى اساس الانتنستي نمره 2 اني حاسس فيو جريدز اوف انتنستي، يعني قوي واقوى وماكسيمم، مفيش جريدز كتيره. طيب قلت ان ايماننا بانه وراء الخلق خالق، تصور تسهل الفهم، والفهم يؤكد انه وراء الخلق خالق، يعني في تزاوج بين الاثنين. ان الواحد يبقى مؤمن ان في ربنا وراء الخلق ده يخليه يفهم الفيسيولوجي ويفهم الدنيا اسهل، ولما يفهمها يتاكد انه وراء الخلق خالق. فانا بقول ان احنا عندنا في السباينال كورد، انا رسم لك اهو قطاع في السباينال كورد، هبص على ناحيه واحده نص واحد، لان طبعا هم ميرور ايمج. فلقينا انه السباينال كورد فيه 3 كولمز تحط فيها الاحساسات، دورسال كولم، لاترال كولم اللي بشير عليه بالليزر، اند فينترال كولم. افتكر الفاين سنسيشنز، اجب على السؤال بنفسك and you will never forget it the rest of your life. فاين سنسيشنز تحطها في انهي كولم، الاكثر امانا ولا الاقل امانا؟ طالب قال لي ادام هي الاجود فاين ابيكريتيك، يعني احسن احساسات عندي، احطها في الكولم الامن اللي هو مين؟ اللي هو الدورسال كولم. واللي هو قلت في فهم خاص بالعبد الله ان هو امن لسببين، مش بس انه ورا دورسال والجوه خالص كلوز تو ذا ميدل لاين. بينما ال كرود او البروتوباثيك اللي هي الاحساسات الاقل خدت التو كولمز الاقل امانا اللي هم اللاترال كولم والفنترال كولم، وحتى الرسمه الحقيقيه بتبين الصوره افضل اهي يا اولاد.
يعني تعالوا نبص عليها. يبقى كده يعني انت دلوقتي عندك كولم يا اما باللون الازرق ده موجود ورا ولازق في الميدل لاين، ده الدورسال كولم، ده خد الفاين او الابيكريتيك. بينما في تو كولم ثانيين باللون الاخضر، اللاترال اهو والفنترال، دول اقل امانا. فالاحساسات المهمه حطيناها في الدورسال كولم لان هو الاكثر امانا، لانه مش بس دورسال، دورسال وميديال. الاقل الكرود او البروتوباثيك محطوطه في اللاترال وفي الفنترال. وقلتها يا اولاد ليه؟ لان احنا بنقول انا يعني بنجابه المخاطر. نجابهها يعني ايه من الكلمه؟ بالجبهه يعني قدام الخطر، احنا بنجابه المخاطر، المخاطر جايه من قدام. فالحاجه اللي خايفين عليها من هذه المخاطر ان يحصل شظايا او بتاع تقطع الكلم، فشوف الروعه بما يثبت ان وراء الخلق خالق، ربنا حط الفاين او الابيكريتيك سنسيشن في الدورسال كولم اللي هو قلنا دورسال وميديا. بينما اللاترال كولم والفنترال كولم اللي هو قدام، ربنا حط فيها الكرود او البروتو باثيك سنسيشن. طب تعالى بقى نحفظ واحد من اهم الاسئله، من هم الفاين ومن هم الكرود؟ ده سؤال مهم جدا تبقى عارف كويس. فالفاين سنسيشنز اربعه اللي هم بتوع الدورسال كولم، وعلي تبقى اتعلمت طب حلو في امراض عصبيه، لما يتقطع الدورسال كولم هتفقد الفاين سنسيشنز اللي هم مين؟ هقولها لك بطريقه لا تنسى يا اولاد. فاين تاتش تقوي يبقى فاين بريشر، تكرره يبقى فايبريشن، ومعاهم ابناء العمومه اللي هم البروبريسبشن، لان قلنا كل دول ميكانو سيبتيف سنسيشن، ميكانو سيبتيف خلاص. فكلهم يوني موداليتي يعني نوع واحد، زي ما بقول ايه، بشوات وسوبر بشوات. يعني البشوات لازم يمشوا مع البشوات، ما فيش سمك لبن طمر عندي. الدورسال كولم ده اغلى ما نمتلك، ده بتاع الابيكريتيك او الفاين سنسيشنز اللي هم تبقى حافظهم سم 4 3 تاخدهم ورا بعض كده بطريقه جميله. فاين تاتش تقويه يبقى فاين بريشر، تكرره يبقى فايبريشن، ومعاهم نفس النوع يوني موداليتي البروبريسبشن. يبقى اول ميزه في الفاين سنسيشن انهم في الكولم الامن. طب تاني ميزه انت قولها، وراء الخلق خالق، ربنا يشيلهم على افضل فايبرز ولا على اسوأ نير فايبرز؟ واحد قال لي طبعا على افضل نير فايبر. اللي هم مين؟ الاي اللي هم ثيك مانيتي، مش ايه بس، الاي دي فيها الفا وبيتا وجاما ودلتا، احسن حاجه عندك في الايه، ايه الفا والايه بيتا. بينما الكروت سنسيشنز اللي هم مين؟ تعال نقولهم، اللي هم كروت تاتش، كروت حتى باسمها هنا كروت، تقويها تبقى كروت بريشر، تكررها يبقى تيكلينج وايتشنج. التيكلينج ده زي اللي هو زي لما انسك تمشي على الجلد فبتحس انها يعني ريبيتد ستيميليشن، ده التيكلينج والايتشنج. وحتى قلت ايه الفرق بين التيكلينج والايتشنج يا اولاد؟ هما الاثنين احساس بان حاجه بتلعب في الجلد، بس الايتشنج ده انوينج، بيبقى الواحد متضايق وعاوز ياخد انتي هيستامينك وعاوز يهرش عشان يضع الايتشنج. بينما التيكلينج حتى ساعات نترجمها زغزغه، ده بليجرابل سنسيشن، احساس لذيذ. التيكلينج، الايتشنج احساس مش لذيذ، بس هما الاثنين جايين من ريبيتد تاتش. طيب يبقى دول الكروت سنسيشن، دول ربنا حطهم فين بقى؟ في اسوأ كولم اللي هو في المواجهه، الفنترال كولم، فيها الكروت تاتش تقويها يبقى بريشر، تكررها يبقى تيكلينج ويتش. يبقى اللاترال كولم فده وقع من نصيب البين والتمبرتشر. وقلت انه الواحد يقول لي اشمعنى البين والتمبرتشر؟ وقلت تاملت فيها يا اولاد، ان وراء الخلق خالق، يعني حتى يا رب ترتيب الاحساسات ربنا بيجيب، عارف المثل اللي بيقول ايه؟ Birds of feather fly together، الطيور على اشكالها تقع. يعني هنا تبص في الفنترال كولم تلاقي مين؟ هتلاقي كروت تاتش. طب التاتش تقويه بقى كروت بريشر، تكرره بقى تيكلينج اتش. يعني مجموعه متجانسه برضه، مش اي حاجه. وده فهم ان وراء الخلق خالق يسهل الحفظ. طب واحد يقول لي طب قول لنا بقى اشمعنى البين مع التمبرتشر؟ تعال نفكر.
البين هو الامتداد الطبيعي للحرارة من الجهتين. تحت 5 مئوية ما بتحسش برد بس. Cold pain. Freezing pain. خلاص؟ فوق 45 ما بتحسش بس حاجة دافية. بتحس hot pain. Burning pain. يبقى البين هو الامتداد الطبيعي للتمبرشر من الجهتين. عشان كده ربنا حط البين مع التمبرشر في اللاترا كولم. ويعتبر برضو لان ربنا ما حطهمش في الدورسل. كروت سنسيشن. يعني يقول لك مين بقى كروت سنسيشن؟ 5 الوقت. الثلاثة بتوع الفنترال كولم دول هتحفظهم مع بعض. كروت تاتش كروت بريشر اند تكررها تيكلينج ويتشين. والاثنين بتوع اللاترال كولم اللي هما البين والتمبرشر. اتعلمنا ايه؟ ان وراء الخلق خالق. فربنا حطهم في الكولمز الاقل امانا. اكتر كولم امن اللي هو الدورسال كولم حاطط فيه الحاجات الفاين او ايبيكريتيك. انما دول قدام في الفنترال التلاتة كروب تاتش كروب بريشر اند تيكلينج ويتشين. وفي اللاترال اوعى تنسى واحد من اهم الاسئله البين والتمبرشر. طب وربنا بيحملهم على انهي فايبرز؟ طالب قال لي ده انت قلت كرود يبقى الفايبرز مش مهمه. اقلهم اهميه. مين اقل فايبر اهميه؟ الامينيتد سي فايبرز. وقلتها بطريقه لا تنسى ان الكرود يا اولاد بحرف السي الكرود سنسيشن اللي هم البروتوباسيك بتحمل على السي. يبقى الكرود بحرف السي بتحمل على السي. واحد قال لي بس في شويه على ايه دلتا. ليه في شويه على ايه دلتا؟ هقول لكم قاعده من اهم القواعد يا اولاد. السيريبرال كورتكس ده اخر حاجه اتكونت عندنا. مفيش نير فايبر تطلع السيربرال كورتكس غير المايلينيتد. والسيربرال كورتكس هي اللي بتعمل اللوكاليزيشن، هي اللي بتحدد المكان. فعشان الكرود يبقى فيهم اللوكاليزيشن يعني وحش بور لوكاليزيشن بس مش وحش قوي، فكان لازم شويه منهم يطلعوا الكورتكس. طب هم محمولين على السي، السي دي ما بتطلعش الكورتكس. فعشان كده ربنا خلى الكرود على السي وشويه على الاي دلتا. يبقى تعالى اقارنها دلوقتي في 3 نقاط. الثلاثه ام اس كيو مهمين جدا. الاحساسات عند الخالق لانه وراء الخالق نوعان. فاين اور ايبيكريتيك وكرود اور بروتو باثيك. اول نقطه مهمه جدا في الام اس كيو، مين هم الفاين؟ تبقى حافظهم 4. تعال نقولهم بقى. اول 3 بناخدهم ورا بعض. فاين تاتش، فاين بريشر، نكررها يبقى فايبريشن، ومعاهم البروبريسبشن ابناء العمومه. طب مين هم الكرود؟ 5. اول 3 بتاخدهم ورا بعض اللي هم قدام في المواجهه. أسوأ حاجه كرود تاتش كرود بريشر وبعدين تيكلينج ايتشنج، ومعاهم هناخد مين بقى؟ البين والتمبرشر بتوع اللاترال. ادي اول نقطه، دول مين ودول مين. طب تاني حاجه الفاين قلنا محطوطه في الكولم الاكثر امانا اللي هو الدورسال، وقلت في تامل خاص بالعبد الله هو مش بس دورسال وميديال، بينما التانيين الاقل امانا اللي هم بره لاترال في البين والتمبرشر وقدام كروت تاتش كروت بريشر اند تيكلينج ويتشي. تالت نقطه في الام اس كيو برضو انه الفاين انتوا هتقولوه وراء الخلق خالق فاين يتشال على احسن فايبر ايه الفا وايه بيتا، انما الكرود اسوا فايبر السي ومعاهم لزوم اللوكاليزيشن الايه دلتا. دي كانت مقدمه. انا اسف لانقطاع الفيديو ان احنا تعطلنا شويه، بس يعني هنعمل ايه؟ طيب نيجي نمسك بقى واحده واحده. فهنتكلم على الاول، هنقسم عشان ما تنساش احنا بنتكلم على السوماتيك سنسز. هاخدهم من الاخر الاول، الميكانو ريسبتيف ثم الثيرمال ثم البين. نبتدي بالميكانو ريسبتيف اللي هي برضو عشان ما تنساش دول نوعان. يا لمسه هنبتدي بيها اللي هي التاكتايل، تاتش قويه تبقى بريشر، متكرره يبقى فايبريشن. ويا اما حركه اللي هي البروبريسبتيف سنسيشن اللي هم الجوينت سنسيشن، يا اما ستاتيك وانت ثابت يبقى اللي هم يسموه بوزيشن سنس، يا اما الحركه بتاعت الجوينت دايناميك تعرف الريت اوف موفمنتس ويسموها كاينيتيك يعني حركه كاينيثيزيا يعني احساس الحركه، لان قلت كلمه الثيزيا يعني احساس. انستيزيا تخدير، اديك اول مره تعرف كلمه انستيزيا جابوها منين، لا احساس، كاينستيزيا احساس الحركه. فنبتدي باول واحده بقى اللي هي مين؟ ميكانو سيبتيف. طب واحد قال لي انت قلت لنا ان ميكانو سيبتيف دول يا لمسه يا حركه. لمسه يبقى هنسميهم
كوتينيوس، عشان اللمسه دي للجلد، كوتينيوس ميكانوسيبتيف سنسيشنز، اللي هم مين؟ اللي هم يا لمسه تاكتايل، لمسه قويه تبقى بريشر، متكرره تبقى فايبريشن. يبقى التاكتايل او الكوتينيوس ميكانوسيبتيف سنسز ثلاثه اللي هم بتوع اللمسه، تاكتايل وبريشر وفايبريشن. نبتدي بالتاكتايل. قال لك انه هم في فور ميجور انكابسوليتد ريسبتورز، في اربعه ريسبتورز ميجور وفيهم كبسول. قلتها بطريقه سهله يا اولاد، ثلاثه منهم فيهم كلمه كورباسل، وتعالى اوريك اهي، انا موضب لكم النهارده عشان نشوف احسن. ثلاثه فيهم كلمه كورباسل اهو، عندي مايسنر كورباسل وباسينيان كورباسل ورافيني كورباسل، ساعات يسموها رافيني اندينجز، هي رافيني كورباسل. بس انا طبعا ليه منقي كلمه كورباسل؟ عشان تبقى اسهل في الحفظ. ثلاثه كورباسل، مايسنر كورباسل، باسينيان كورباسل اللي هي شكلها زي البصله حتى يسموها لاميلار كورباسل، ورافيني كورباسل، ومعاهم الميركلز ديسك. دول الاربعه الميجو اللي هم انكابسوليت الاساسيين في الميكانوسيبتيف كوتينيوس سنسيشنز. طب انما طالب قال لي انا من الاوائل وعاوز اقولهم مظبوط، اقول له لا، هما انا قلت اربعه ميجو، بس هما اتليست حتى 6 ريسبتورز. ليه؟ في اثنين تانيين مش كبسوليت، اللي هما مين؟ اللي هما الفري نيرف اندنجز والهير اند اورجن. حتى واحد يقول لي هو الهير اند اورجن دي اللي هي الاورجن اللي حوالين نهايه الشعره، ما هو اسمه هير اند اورجنز، يعني اورجنز عند الاند بتاع الهير، هم دول مش كبسوليتد؟ قلت له اه. عارف ليه؟ اول مره تفهمها، لان ما دول ما هم الا فري نيرف اندنجز لفه رابت اراوند الهير اند، فعشان كده هم فيه. يبقى حقيقه الامر يا اولاد الكوتينيوس ميكانوسيبتيف سنسز، ده سؤال مهم، لها سته ريسبتورز، اربعه ميجور اساسيين كابسوليتد اللي هم تعال نقولهم بقى، ميركلز ديسكس موجوده في اول ارياز، ومايسنرز ثلاثه كورباسل بقى، مايسنر كورباسل موجوده في النون هيري ارياز اللي ما فيهاش هير. وعلى فكره واحد يقول لي هو مين هم النون هيري اريا؟ اقول لك حاجه، كل جسمك مفروض فيه شعر ما عدا النون هيري اريا، نقصد بيها يا اولاد الاتي: البالم هو ده النون هيري، والسول كعب رجلك، واللبس. اي حاجه تانية فيها شعر، مش الشعر هنا بس، اي حاجه تانية فيها شعر. لما نقول نون هيري اريا فنقصد بيها البالم والسول و اللبس. الميركلز ديسك اللي هي ماهاش كورباسل موجوده في كلهم، انما المايسنر فيري سنسيف موجوده في النون هيري ارياز وفيري سنسيف. وبعدين قلنا تالت كورباسل اللي هي رافيني كورباسل، وبعدين عندنا الباسينيان كورباسل، واثنين تانيين اللي هم فري نيرف اندنجز وهير اند اورجنز. طيب نبتدي باول حاجه، دي البدايه الحقيقيه للمحاضره هي دلوقتي يا اولاد. تبتدي أول حاجة التاتش، فالتاتش أو اللايت تاتش قلنا نوعان، في نوع فاين تاتش وفي نوع كروت تاتش. هقارن ما بينهم في جدول من ثلاث نقط، الثلاثة أسئلة ام اس كيو. حضرتك على أي أساس قلت إن ده فاين تاتش وده كروت تاتش؟ فاكر الفاين تاتش ده اللي ربنا حطه في الدورسال كولم وإداله أحلى فايبرز الأي ألفا والأي بيتا، انما الكروت تاتش اللي ربنا حطه في اسوأ كولم اللي في المواجهه في الفنترال كولم واداله اسوأ فايبر السي فايبرز ومعاهم شويه اي دلتا. على اي اساس بتقول ده فاين ده كروت؟ بعدها تاني على اساسين، ادي اول نقطتين في الجدول، اللوكاليتي والانتنستي. لو هو بورلي لوكالايزد مش عارف احدد مكانه بالظبط يبقى كروت، لكن لو ويل لوكالايزد يبقى فاين. ادي اول نقطه. طب نيجي للنقطه الثانيه، حسب الانتنستي، لو بحس ميني جريدز اوف انتنستي 100 جريدز 100 تبقى فاين، لكن لو بحس فيو جريدز اوف انتنستي 10 بس، حتى الاعداد حلوه هنا 100 وهنا 10، تبقى كروت.
طب ثالث فرق بقى ريسبتور برضو بمنطق يا اولاد انه وراء الخلق خالق. احنا قلنا في 6 ريسبتور، 4 متكلفين كابسوليتد واثنين مش متكلفين، فري نيرف اندنجز، وفري نيرف اندنج لف حوالين الهير اند فسموها هير اند اورجان. تفتكر ودي اثبات في نفس المحاضره 10 اهو انه وراء الخلق خالق. ربنا يدي الفاين لمين ياخد الفاين ومين ياخد الكرود. طالب قال لي طبعا الكبسوليتد المتكلفه تبقى في الفاين، فالفاين تاتش ميركلز ديسك ومايسنرز كورباسل اللي هو اثنين من الكبسوليتد، بينما اللي مش كبسوليتد الفري اند اورجنز والهيد اند اورجنز دول اللي هم بتوع الكرود تاتش. يبقى ثلاث فروق في اللوكاليتي، بور لوكالايز ولوكالايز، في الانتنستي فيو جريدز 10 ميني جريدز 100، دول الفري نيرف اندنج والفري نيرف اندنج اللي لف عليه الهير اند اللي هي الهير اند اورجان، ودول اثنين من الكبسوليتد الميركل والمايسنر، ميركل والمايسنر، ميركلز ديسكس ومايسنر كورباسل. والفرق في الام اس كيو ان الميركلز موجوده في اول ارياز، انما المايسنر متميزه في النون هيري ارياز اللي قلت لك بالم وسولو ليبس وفيري سنسيف. طيب ننتقل للبريشر، هنقوي اللمسه هنحس بريشر او يسموها ديب تاتش يا اولاد. مين الريسبتور بتاعتهم بقى؟ الاثنين اللي فاضلين لانهم موجودين مور ديب اللي هم رافيني كورباسل وباسينيان كورباسلز. طب سؤال الام اس كيو، ايه الفرق بينهم؟ ان الباسينيان كورباسل سلولي ادابتنج ريسبتور، يعني طالما البريشر موجود حاسه، انما الباسينيان ده مش رابيدلي ادابتنج. سؤال الام اس كيو مهم، ده دي ذا موست رابيدلي ادابتنج ريسبتور، قلناها سؤال الام اس كيو في المحاضره اللي فاتت. يعني لو البريشر ما اتغيرش بقى في صورة فايبريشن، تضغط وتسيب وتضغط وتسيب وتضغط وتسيب اللي هو الفايبريشن متكرر بيضيع الاحساس. فدي اسئله مهمه. يبقى هنا قلنا في ايه الفرق بين الميركل والمايسنر، ده في اول ارياز ده في النون هيري اريا وفيري سنس. طب ايه الفرق بين في البريشر الرافيني والباسينيان؟ ان دي سلولي ادابتنج انما دي مش رابيدلي، دي ذا موست رابيدلي ادابتنج. طب قول لنا هو يعني ايه اهميه البريشر سنس؟ يعني ربنا عامل البريشر سنس ده يفيدنا في ايه؟ يفيدنا في اشياء كثيره جدا، واحده منهم ان احنا واعتبر برضو المحاضره دي فيها براكتيكال كتير. واحده منهم ان احنا نعرف نديسكريمينيت الويتس، يعني انت ازاي تعرف تقل خفيف من تقل كبير. لو الهاند سبورتد على الترابيزه كده اهي، نفرض سبورتد ومغمض عيني انا وحطيت لك، فكر اهي باشا عملي الهاند ديسك يبقى سبورت، حطيت لك حاجه على ايدك وانت مغمض عينيك، قلت لك الثقه الاول ده اتقل اللي هو المسطره دي ولا الايباد ده اتقل وانت مغمض عينيك، هتقول ده اتقل. عارف ليه؟ لان الثقل الاتقل اكزيرتس مور بريشر، يعني الهيفير ويت اكزيرتس مور بريشر. فبنعرف يبقى البريشر سنسيشن بيساعدنا نمره واحد تو ديسكريمينيت different weights، light weight less pressure، heavy weight more pressure sensation. طب ممكن هنا برضو هخرج على المحاضرة شوية اسألك، طب لو رفعت الويت بقى، ما كانتش الهاند محطوطة على الترابيزة وانت حاطط عليها الويت، شلت الويت ومغمض عينيك، تعرفهم ازاي؟ تعال نفكر اهو، انا مغمض عينيا وبعدين واحد قال لي بس امسك الويت ده، ده الويت الاولاني، امسك الويت التاني، مين اتقل؟ التاني. عرفتها ازاي؟ مش من البريشر هنا، ان التقل التاني يحتاج مور ماسل كونتراكشن تو هولد ات، يبقى من الديجري اوف ماسل كونتراكشن، الديجري اوف ماسل تنشن. انا بشرح لك عملي، يبقى ايه اهميه البريشر سنسيشن هيسالك في العملي؟ تقول له نمره واحد ديسكريمينيتس ديفرنت ويتس، لايت ويت ليس بريشر، هيفي ويت في مور بريشر سنسيشن. هيسالك في العملي، طب لو الويت مش الهاند مش سبورتد، مش حطيتها على الترابيزه وسبورتد، شلت الويت، تعرفها ازاي؟ من الديجري اوف ماسل كونتراكشن او ماسل تنشن. طب تاني اهميه البريشر، احنا عشان نبقى واقفين كويس، اهو واحد واقف اهو ده رجليه، لازم يبقى مركز الثقل العمود يبقى واقع within the area of support بين رجليه، لان لو ملت كده او ملت كده هقع، يبقى لازم مركز الثقل يبقى نازل بالظبط بين رجليا. طب البريشر بيساعدني في دي، لان لو انا هميل كده هيبقى في مور بريشر على رجلي دي، هميل كده مور بريشر على رجلي دي، فالبريشر بيساعد البالانس.
انك انت بتحاول تجيب equal pressure on both feet. وعليه يبقى ادام في equal pressure يبقى الوقت السنتر اوف جرافيتي في الميدل بالظبط. ادي اهميه البريشر سنسيشن يا اولاد. ومين بقى الريسبتور بتوع البريشر؟ قلنا بتوع الفاين تاتش ميركلز ومايسترز. طب فاضل اثنين كبسولات الثاني بتوع البريشر اللي هم رافيني كورباسل وباسينيان كورباسل. الفرق بينهم ان الباسينيان دي ذا موست رابيدلي ادابتنج، الرافيني سلولي ادابتنج. ما بنقول ان في الكراش بنزود شويه حاجات بنجدد ونجدد. نيجي الفايبريشن سنس بقى. قلنا الفايبريشن سنس ان هو ريبيتد تاتش سنسيشن. تخيل شكر لنا يعني. مين الريسبتور بتاع ده؟ للاوائل ريسبتور مش بس الباسينيان والمايسترز، انما اول تاتش ريسبتورز. اول تاتش ريسبتورز ده اول سؤال من الاسئله بتاعه الفايبريشن. يبقى اول سؤال مين الريسبتورز؟ اول تاتش ريسبتورز سبيشالي الباسينيان والمايسترز. طيب السؤال ازاي بنعمل فايبريشن سنس؟ بنجيب الفايبريتنج تونينج فورك ونحطها على البوني بروميننس. برضو بشرح عملي. الفايبريتنج تونينج فوركس في العمل هتلاقيه قصاد ممتحن نوعين، نوع قصير عنده شورت ارمز ونوع طويل عنده لونج ارمز. بالعكس يا ولاد، الشورت ارم بيدي هاي فريكوانسي، اللونج ارم بيدي لو فريكوانسي، تردد قليل. الشورت ارم ده بنقيس بيه الهيرنج، لان الهيرنج بيجيب ترددات لحد 20,000 تردد، فعاوزين حاجه بتدي ترددات عاليه اللي هي الشورت ارم. بينما اللونج ارم بتدي ترددات واطيه، فدي نقيس بيها الفايبريشن سنس في الجسم. لان احنا عندنا هناخد دلوقتي نقول المايسنرز بتجيب لحد 80، والباسينيان لو اعداد سهله يعني من 500 الى 1000 بمتوسط 800، يبقى ده 80 و800. ده الفرق بين المايسنر والباسينيان، ان الباسينيان دي الموست رابيد ادابتنج، لازم الذبذبه تبقى اسرع والا هتعمل ادابتيشن، فتبقى لحد من 500 ل 1000، انما الثانيه بتبقى 80. عاوز اعداد سهله 80 و800. حفظتها لك بطريقه فيها مزاح يا اولاد. لما في العمل يحط قصادك شوكتين يقول لك مين بتاعت الهيرنج تيست، مين بتاعت الودن اللي هو 20,000، يبقى تختار القصيره اللي هي الشورت ار. خلاص؟ انما مين بتاعه الفايبريشن هتحطها على البوني بروميننس في الجسم، تختار اللي هي الدراع طويله. بقولها في مزاح، لو اخترت اللي هي طويله هيبقى ودانك طويله، وفاهم لو ودانك طويله يبقى حضرتك بقيت ايه. فاوعى تختار للودن الطويله والا ودانك هتبقى طويله، وانت فاهم الباقي. انا بقولها للطلبه ساعات بيقولوا لي بننسى المعلومه وبنفتكر شرحتها ازاي، فبنختار الصح القصيره الودن عشان تبقى وداني قصيره مش وداني طويله، الطويله بتاعه الفايبريشن. هيسألك طب الريسبتور فين؟ ما احنا قلنا ان هم تكتاي ريسبتورز يعني في بتوع التاتش. هيسألك طب اللي هم مين؟ هتقول له اول تكتاي ريسبتور، الاوائل هنا فقط تصنع الاوائل، سبيشال باسينيان ويل مايسنرز. طب لما هم في السوفت تيشوز حضرتك ليه بتحط الفايبريتنج تونينج فورك على البوني بروميننسز اللي هم التيب اوف فينجرز، التيب اوف توز، الميديال ماليوس من تحت لفوق، التيبيال تيوباروستي عند ركبتي، الإيلياك كريست، على البوني برومنس، فينجر تيبس، توس تيبس، والميديال ماليوس، التيبيال تيوباروستي، إيلياك كريست، أي حتة فيها بون. ليه بتحط على البونز؟ وهي أساسا الريسبتور مش في البونز، الريسبتور في السوفت تيشو، لأن أنت بتقول أول تكتاي ريسبتورز وسبيشالي المايسنرز ويل باسينيا. تقول له لان البونز بتماجنيفاي الاستيمولس. وقلت الراجل بتاع الفيزيكس بتاع الطبيعه بتاعنا زمان لما كنا في ثانوي جاب لنا سوق صندوق اجوف وحط عليه شوكه رنانه لقيه يعني فايبريتنج، لقينا الصوت تضخم، فقال لنا ان الصندوق الاجوف بيضخم الفايبريشن. العظم اجوف جواه مرو، انما من جوه اجوف فبيضخم الفايبريشن. يبقى هيقول لك ليه بنحط على البون وانت قلت لي ريسبتور تكتايل ماهيش في البون؟ تقول له طب ماجنيفاي ذا ستيمولس. تمام؟ ده سؤال هتتساله. طب يقول لك ايه الفرق بين المايسنر والباسينيان؟ الباسينيان دي عاوزه بتادابت بسرعه جدا، فلازم الفايبريشن يبقى اكتر عشان لو قل هتادابت. فالباسينيان افتكر رقم
يعني عاوز بقى الأوائل تقول له من 500 لـ1000، إنما رقم حلو 800، إنما المايستر 80، يبقى حلو الأرقام 80 وهنا 800، تمام؟ تبقى عارف ده، دي أسئلة في الفايبريشن. هيسألك طيب بيحمل على أنهي كولم الفايبريشن؟ احنا قلنا بقى ده فاين، يبقى الدورسال كولم. بيتشال على أنهي فايبرز؟ أحسن فايبر الـ ألفا والـ بيتا. شفت بقى التجميعات جميلة إزاي؟ طيب وعليه لو أنا فقدت الفايبريشن سنس، يبقى مين اللي باظ عندي؟ سؤال فكر. يبقى اللي باظ عندي الدورسال كولم. طب أمراض إيه بتبوظ الدورسال كولم بقى؟ شوف حاجات مهمة جدا. uncontrolled diabetes mellitus، لو واحد مش ظابط السكر بيضيع إحساس الفايبريشن، وقلنا الدايبيتس مليس ده في 10% من الناس تقريبا. نقص فيتامين بي 12، وكان احد اسباب نقص بي 12 البرنيشس انيميا بسبب نقص الانترنسيك فاكتور، ده بيضيع القصه برضو تبقى عارفها. الايرلي تيبس دورسالس هناخدها في اخر محاضره في السنسيشنز، كل ده بيضيع الفايبريشن سنس لانه بيباظ دورسال كولم. يبقى انكنترول دايبيتس مليتس، وبعد نقص بي 12 زي البرنيشس انيميا، وبعدين الايرلي تيبس دورسالس. هيسالك السؤال الاغلس اللي بعد كده، كل ده بقى مش عملي ونظري في نفس الوقت. انت في لما العيان يبقى ما عندوش فايبريشن سنس وتحط له الشوكر رنانه، هيقول لك حاسس ايه؟ ما هو مش حاسس فايبريشن. ده سؤال اصعب سؤال فيه. هيقول حاسس كولد اوبجكت. ليه؟ لانه الشوكر رنانه معدن، هو مش حاسس فايبريشن. حاسس المعادن لما تمسك حاجه معدن بتحسها ساقعه، احنا قلنا التمبريتشر دي على اللاترال كولم مش على الدورس. فيقول لك حاسسها as cold object، لكن مش هيقول لك حاسسها as vibration. طيب هيقول لك فقدان ال vibration، مو اسم تاني عشان بيجيبوه في الام اس كيو، اسمه باليثيزيا. باليثيزيا اهي، ففقدان الباليثيزيا بتحصل في الامراض دي. تاني بقى تعالى نعد الاسئله تاني، ان ال vibration receptor، السؤال الاول all touch receptors especially المايسنرز والباسينيا، all touch receptors especially المايسنرز والباسينيا. ده السؤال الاول، قلنا ده 80 ده 800. طب السؤال الثاني، طب لما هما touch receptor ليه بتحط الشوكر رنانه opposite bony prominences؟ هتقول له الاجابه to magnify the stimulus، عشان عاوز اكبر الاستيمولس. السؤال الثالث، هتستخدم الشورت ارم ولا اللونج ارم تونينج فور؟ اللونج ارم، قلنا الشورت ارم لودانك ما تنسهاش. السؤال اللي بعد كده، طيب فقدان الرابع الفايبريشن سنس معناها ايه؟ معناها في ليجن في الدورسال كولم. هيقول لك اديني امثله في السؤال الرابع، هتقول له ان كنترول دايبيتس ميليتس، نقص فيتامين بي 12 زي البرنيشس انيميا، ايرلي تيبز دورسالس. يبقى ده كان الكوتينيوس ميكانوسيبتيف سنسيشنز او سنسز بكل اسئله العمل اللي فيهم يا اولاد. طيب ننتقل لل فاين تاتش. فاين تاتش ده برضو يعني قلنا ابيكريتيك اللي هو فاين موجود، ده دورسال كولم سيستم بيتشال. How to test fine touch، وده بقى أول سؤال نظري بيجي هنا يا أولاد. سؤال نظري اتكلم على fine touch. We have four tests for fine touch، أو بيسموهم four types. على قالك قولي types of fine touch، قولي test for fine touch، هما الاثنين الإجابة واحدة. test أو fine، ده أول سؤال نظري بيجي هنا يا أولاد. أنا لقيت في جملة مشتركة وبحب التجميعات قوي يا أولاد، إن الأربع تجارب بنعملهم with both eyes closed. يعني لازم تبقى العيان قافل عينيه، او without looking، يعني الفكره ما يشوفش without looking. ففي عندي اربع انواع، نوع اسمه tactile localization. tactile localization من اسمها it is the ability to localize the exact point of touch with both eyes closed. يعني انا هعملها لكم، يعني العيان كده يبقى مغمض عينيه وتيجي تلمس هنا، تقول له لامس ايه؟ يقول لك لامس الثمب، يقول لك بالظبط فين.
يعني هو مغمض عينيه بتلمس تقول له انا لمستك فين، شلت القلم انت، يشاور لك بالظبط على النقطه. يبقى ما هي التكتايل لوكاليزيشن كلمتين with both eyes closed، دي كلمه مشتركه without looking. لو جات لك في الام اس كيو without looking هي ايه؟ مش عاوز غباوه. with both eyes closed او without looking the ability to localize the exact point of touch. طب نيجي الاهم بقى اللي هي التكتايل discrimination يا ولاد. من كلمه discrimination يعني تمييز بين شيئين. التكتايل discrimination ده التعريب بتاعها اربع حاجات فعاوزك تحفظهم معايا. اول واحده قلناها with both eyes closed without looking. هنا هنعمل ايه بقى؟ هنديسكريميت بين حاجتين. بنجيب برجل يا ولاد الايدي بتاعته بلانت لان احنا مش عايزين نشك العيان، فبيبقى مغمض عينيه وبنقول له بنلمسه ونقول له انت حاسس كام نقطه، لازم يديسكريميت يحس اثنين. فنقول الديفينيشن with both eyes closed، احفظ معايا the ability to feel two touched points، النقطه اللي جايه بمليون جنيه simultaneously. لانه لو انت نزلت بواحد الاول وبعدين بالتاني هيقول لك اتنين، مش لانه حسهم اتنين، لانك ما جبتهمش في نفس الوقت. يبقى لازم تو تاتش بوينتس مالتينش، وبعدين لازم يحسهم از تو بوينتس. لان لما نيجي الباك وتحط عليه البرجل على بعد 2 3 سم وتقول له حاسس ايه، يقول لك حاسس نقطه واحده. لا، انا لازم يقول حاسسهم نقطتين از تو بوينتس. رابع نقطه provided the distance between the two points is above threshold. يبقى ده اطول ديفينيشن. يبقى التكتايل ديسكريميشن هو ذا ابيليتي تو فيل تو الاول اسف وذ بوث ايز كلوزد او وذاوت لوكينج. نمره واحد ذا ابيليتي تو فيل تو تاتش بوينتس سيمالتينيسلي سيمالتينيسلي. نمره اثنين اس تو بوينتس. نمره ثلاثه وبروفايدد الديستانس بتوين ذم از اباف ثريشولد. لان الثريشولد بيبقى على الفينجر تيبس. حلو جدا يا اولاد. 2 مللي لو بعدت فتحت البرجل 2 مللي ايديه عن بعض يقدر يقول لك انهم نقطتين، بينما هنا لحد 65 ملم يعني 6 سنتي ونص. اقل من كده اقول لك حاسس نقطه واحده. هل في حته ثانيه غير الفينجر تيبس؟ بس طبعا اهمهم الفينجر تيبس. اه طبعا في الليبس، في التانج، في النيبل، بس اهم حاجه الفينجر تيبس. خد بالك بقى، انا عاوز اقول لكم معلومات جميله. يبقى التكتايل ديسكريميشن هي دي اهم واحده فيهم. ليه؟ هي دي اللي بتميجر التكتايل اكيوتي، حده الاحساس اللمس. في الفينجر تيبس بتبقى 2 ملم، انما في الباك بتبقى 6 سم ونص يعني 65 ملم. يبقى تاني ايه تعريف التكتايل ديسكريميشن بسرعه؟ الاربع نقط. اهم جمله بتبتدي بالقاسم مشترك with both eyes closed without looking. نمره واحد the ability to feel two touched points. فين الكلمة المهمة؟ simultaneously. الكلمة الثالثة as two points. الرابعة تكون الديستم above threshold اللي هو في الفينجر تيبس واللبس والتانجو نيبل 2 ملم، بس طبعا أهم حاجة الفينجر تيبس. في الباك 65 ملم. أقول لكم أنتوا بتحبوا المعلومات العامة يا أولاد. واحد يقول لي استفدنا بدي إيه؟ خلاص؟ في طريقة برايل، برايل دوتس. فاكر الناس العمي بيقروا بالبرايل دوتس، عارف؟ لان احنا فاهمين المعلومه دي، بيقروا بالفينجر تيبس، فلازم الدوتس تبقى سيباريتد باكتر من 2 مللي. ففعلا برايل خلى الدوتس سيباريتد باكتر من 2 مللي، 2.5 مللي متر سيباريشن. طيب لسه تكتايل ديسكريميشن ده اهم واحده. عشان نحس نقطتين كنقطتين لابد من ان يتوافر اربع شروط. هما حقيقة الأمر يا أولاد شرط واحد بس احنا عملنا أربعة. تعال نشوف. يعني لازم كل نقطة يبقى عندها، هو البرجل أهو، يبقى عندها its own pathway، عندها its own receptor، its own afferent، its own cortical cell. لأن لو نقطتين ليهم نفس pathway واحد هيتحسوا نقطة واحدة. فلازم عشان أحس نقطتين كنقطتين لازم كل نقطة كل منهما يبقى عندها its own pathway، its own receptor، its own afferent، its own cortical cell. يبقى لازم يبقى ايه؟ عشان يبقى النقط قريبه وكل نقطه عندها receptor يبقى لازم receptor يبقى كتير قوي، يبقى the more the number of receptors. وكل نقطه عندها afferents يبقى لازم الافرنتس تبقى كتير قوي، the more the number of afferents. وكل نقطه عندها cortical cell
يبقى لازم عدد الكورتيكال سيلز يبقى اكتر. ده مور ذا كورتيكال سيل، حتى دي ممكن نقولها بطريقه ثانيه دي وايدر دي كورتيكال ريبريزنتيشن. وبعدين نيجي بقى باللون الاحمر، خطر يا اولاد كده انت ما جاوبتهاش كامله. اند ليس ذا كونفرجنس، لان لو التو باث ويز تو ريسبتور وتو افرنس وعين دخلوا في بعض راحوا لوان كورتيكال سيل، هتحس نقطه واحده، يبقى دي عاوزين ليس كونفرجنس. هقول لك بقى سؤال بطريقه جميله، يبقى يقول لك هو ليه في الفينجر تيبس التاكتايل ديسكريميشن حلو جدا؟ هتقول له مور 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 ليس، لان في مور ريسبتورز مور افرنس مور كورتيكال ريبريزنتيشن اند ليس كونفرجنس. طب جاوبها انت اللي بعدها. طب ليه في الباك التاكتايل ديسكريميشن وحش بنضطر نفصل النقطتين 65 ملم؟ هتقول له بالعكس، ليس ريسبتورز ليس افرنس less cortical representation and more convergence. اسمحوا لي برضو اكمل عامل يا ولاد. هيقول لك هل التو بوينت ديسكريميشن مش التاكتايل، يعني تمييز نقطتين، خد بالك الفرق، مش تاكتايل ديسكريميشن، لا تو بوينت ديسكريميشن تمييز نقطتين موجود في الاذر سنسيشنز، يعني في البين ممكن اميز تو بينفول ستيمولاي، حاجتين سخنين حاجتين ساقعين، اه طبعا موجود في other sensations، يبقى two point discrimination موجود في other sensation. في حالة الsomatic sensations هو احسن ما ممكن في التاتش. طالب فاتح ودنه من الاوائل هنا تصنع عائل، انا قلت في حالة ايه مش السنسيشن، الsomatic sensation احساسات الجسم احسن ما يمكن التو بوينت ديسكريميشن في التاتش اللي هو التاكتايل ديسكريميشن. طب هل لو فتحنا السؤال في الاحساسات عامه بقى سوماتيك وسبيشال واورجانيك كل الانواع اللي خدناها، مين احسن حته فيها تو بوينت ديسكريميشن؟ تو بوينت ما بقولش تاكتايل، تاكتايل دي بتاع التاتش بس، الفيجن يا اولاد على وجه التحديد الماكيوليتي البقعه الصفراء، على وجه التحديد الفوفيا سنتراليس. انت فكرتش ان احنا ازاي بنشوف؟ بنشوف يعني ملايين النقاط سيباريتد عن بعض، عشان كده بنشوف التفصيلات. لو شفت وش كل نقطه واحده مفيش اي تفصيلات، انما انت ازاي بتجيب التفصيلات انك قادر تشوف كل نقطه سيباريتد عن اللي جنبها؟ فالتو بوينت ديسكريميشن في السوماتيك سنسيشن، خد بالك ده سؤال، احسن ما يمكن في التاكتايل ديسكريميشن، انما في السنسيشن سؤال تاني خالص. فتح السؤال بقى مش سوماتيك، سوماتيك وسبيشال سنس واورجانيك، يبقى تقول له في الفيجن وتحدد له في الماكيوريتي البقعه الصفراء، على وجه التحديد في الفوفيا سنتراليس، ده احسن حاجه. طيب ناخد النوع التاني في الفاين تاتش اسمه تكشر ماتيريالز. ايه الجمله الاساسيه يا اولاد؟ مش عاوز نغلط. With both eyes closed، وانت قافل عينيك، او without looking. The ability to know the nature of clothes او material، انت ماسك ايه في ايدك؟ يعني بتغمض عينيك وتحط في ايدك حته قماش، حرير، صوف، قط. ده نوع من انواع الفاين تاتش، ان الواحد وهو مغمض عينيه يقول اه دي صوف، دي وول، دي سلك، دي حرير، دي قطن. ده اسمه texture material، ده نوع من انواع الفاين تاتش. نيجي النوع الرابع والاخير اسمه stereognosis. بالاسم جنوزيس يعني ريكوجنايز، يعني اتعرف. ستيريو يعني حاجه مجسمه، تعرف على المجسمات. The ability to recognize an object put on the hand، اهم حاجه قلنا يا اولاد، with both eyes closed او without looking. لما احط حاجه في ايدك تعرف هي ايه دي، ده اسمه ستيريو جنوزيس. خلاص؟ يعني احط دي في ايدك تقول لي اه ده التورش اللي بتستخدمه، احط ده في ايدك تقول لي اه ده قلم، دي مسطره، ده مفتاح، and so on. ده اسمه ستيريوجنوزيس. يبقى it is the ability to recognize an object put in the hand، اهم حاجه من غير ما تشوف، with both eyes closed or without looking. طب ده اعتمد على ايه يا نساء؟ للاوائل بقى all sensations كل الاحساسات، انما especially the fine touch. واحد يقول لي دينا مثال، لما امسك مفتاح يا اولاد التمبريتشر بتقول لي انه معدن سائع، يبقى دي التمبريتشر اهو،
البريشر بيقول لي انه جامد سوليد، انما اكتر حاجه بتديني تضاريس الحاجه اللي في ايدي هي التفصيلات بتاعتها، هي الفاين تاتش. مش كده الاوائل يقولوا ان الاستيريوبنوزيس يعتمد على all sensations especially fine touch، وعشان كده حطناه مع الفاين تاتش. طب تاني حاجه لازم عندك past cortical experience، عارف الحاجه دي مسبقا، past يعني في الماضي، cortical experience يعني ما اجيبش واحد مثلا، بدي المثال ده اجيب البوجي اللي هو شمعه الاحتراق بتاعه السياره وهو ما عندوش عربيه اساسا ويعرف شكلها ايه، واحط في ايده الحديده دي واقول له ايه دي، عمره ما هيقول لي ان ده شمعه احتراق لان هو اساسا ما عرفهاش. يبقى لازم يبقى بالاول الحاجه اللي حاططها في ايدك انت عارفها مسبقا، دي تاني حاجه. تالت حاجه لازم نورمال هاند ماسل، يعني افرض واحد ايده مشلوله ما هو مش هيقدر يقبل على الحاجه وهو يعني مش هيعرف، ولازم يقبل عليها ويفعص فيها كده ويحسها بالفاين تاتش عشان يعرف. يبقى ما يقول لك الاستيريوجنوزيس بينز علينا رش عامل النهارده، يبقى المحاضره دي مش بس نظري، بيقولوا لبعض ان دي الدكتور ناجي قال لنا محاضره عملي مهمه جدا، ربع العملي في سنه ثانيه هعيد المحاضره دي ثاني. يبقى all sensations especially fine touch past cortical experience ونورمال هاند ماسلز. طيب هيسالك طيب ايه اللي ضيع بقى الاستيريوجنوزيس؟ الليجن هيبقى فين؟ هو اهم حاجه فاين تاتش، يبقى الليجن في الدورسال كولم. يبقى طيب للاوائل في حاجات تانية بقى، انت الدورسال كولم ده في الاخر بيوصل احساس لحاجه اسمها كورتيكال سنسوري اسوشيشن اريا، تربط كل الاحساسات ببعض وتقول ان ده في الاخر مفتاح ودي مسطره وده تورش ودي نضاره ان سو اون. يبقى لازم يبقى عندك سلامه ال سنسوري كورتيكال سنسوري اسوشيشن اريا. وللاوائل يقولها ازاي؟ لو انا بعمل التجربه في ايدي اليمين، انت عارفين الاحساس بالكروس، يبقى لازم ابقى الليفت كورتيكال سنسوري اسوشيشن اريا سليمه، دي لازم. وطبعا لازم يبقى عندي الهاند ماسلز مظبوطه، ولازم يبقى عندي باست كورتيكال اكسبيرينس. كل ده اقوله للاوائل، يعني الطالب العادي يقول عشان خاطر اعرف الحاجه لازم يبقى الاحساسات موجوده سبيشالي، يهمني الدورسال كولم. طب اقول لك حاجه بقى للاوائل، الاوائل الدورسال كولم ده تو تراكتس، التراكت اللي بيجيب الاحساسات من الايد اسمه كونيك لان شكله زي الكون زي المخروط، اللي بيجيب الاحساسات من الرجل اسمه جراسيل، افتكرها حتى الرجل فيها جراسيلس ماسل. يبقى الدورسال كولم تو تراكتس، كونيت اند جراسيل. طب انت الاستيريوجنوز بتعملها بايه؟ بايدك. يبقى الطالب العادي يقول الدورسال كولم يبقى لازم يبقى سليم، الاوائل يقولوا الكونيت تراكت اوف ذا دورسال كولم، دي نمره واحد. ولازم الاثنين يبقى عنده باست كورتيكال اكسبيرينس، عارف الحاجه دي، وعنده نورمال هاند ماسلز. واوائل الاوائل بقى يقولوا والسنسوري الكورتيكال سنسوري اسوشيشن اريا على الناحيه العكسيه تبقى سليمه. يا سلام بقى لو اجابه كده في العملي، هو مش متوقع الممتحن انك تجاوبها بالروعه دي. يبقى دي عملي قلنا انواع الفاين تاتش. خلاص؟ وبعدين شفت بقى هنا اهميتها الكلينيكيه برضو، بحب اقولها التكتايل. لما يبقاش عندي استيريوجنوزيس يسموها اسمين يا اولاد. يعني لا، استيريوجنوزيس عدم التعرف على المجسمات، او تكتايل اجنوزيا، ما هو جنوزيس يعني اتعرف، اجنوزيا يعني لا اتعرف على الحاجات اللي لامسها. فالمرض بتاع الاستيريوجنوز ليه اسمين، استيريوجنوزيس او تكتايل اجنوزيا. هنا بقى قلت لك الحتت المهمه بس كتبتها لك، اللي هي الدورسال كولم دامج سبيشالي الكونيت تراك، كونيت لان الايد كونيت الرجل جراسيل. وايرلي ساينز اوف دامج اوف سنسوري كورتكس، مين؟ سنسوري اسوشيشن اريا اون ذا اوبوزيت سايد، الاوائل الاوائل. ده الفاين تاتش وهو واحد من اهم الموضوعات يا اولاد. With both eyes closed. في عندنا او without looking اربع حاجات: tactile localization, tactile discrimination, texture material and stereognosis. هسيبك انت بقى تراجع الفيديو. طيب عشان عاوزين عندنا حاجات كتير، ناخد proprioceptive senses برضه ميكانوسيبتيف، نوع من انواع الميكانوسيبتيف بس ملوش دعوه بقى مش tactile،
ده اللي هو يسموه الجوينت سنسز، احساسات الجوينت. الجوينت بتحس فيها يفكر بالهدوء، يا متنيه مفروده البوزيشن بتاع كل جوينت، يا اما بتتحرك يا ثابته. على هذا الاساس البروبريسبتيف سنسز الكلام الجديد الجديد بيقسموها لتو تايبس، ستاتيك اللي هو البوزيشن سنس، ودايناميك اللي هو الريت اوف موفمنتس اللي يسموها كاينيثيزيا، انك تعرف الحركه سريعه ولا بطيئه. يعني اديتكم مثال في الحضاره الماضيه، بس المفروض واحد تاني يعمل لي التجربه، بس انا معيش حد. انا غمض عينيا وبعدين يقول لي الحركه الاولى دي اسرع ولا الثانيه اسرع، فاقول له الثانيه اسرع. ده اسمه الريت اوف موفمنتس خلاص، او كاينيثيزيا. يبقى البروبريسبشن اللي هو الجوينت سنسز بطريقه ثانيه، ده بيدي حركتين تعرف وضع الجوينت متني ولا مفروض، ده سنس بوزيشن، ده ستاتيك خلاص، انه بيتحرك، حتى حرك حركه تبقى دايناميك او يسموها كاينيثيزي. تمام يا ولاد؟ طيب هيقول لك ازاي بتعرف انت ان رجلك يعني درجه الانثناء، حتى انا رسم رسمه لطيفه هنا بتاعت ال ني جوينت مثلا، ان حضرتك لما بتبقى تاني رجلك في الوضع ثلاثة ده بيستيميليت الريسبتور ده، لما تفردها اكتر بيستيميليت الريسبتور تاني، تفردها على الاخر بيستيميليت الريسبتور الاولاني ده. يبقى كل انجل بتستيميليت الريسبتور في موضع معين. يبقى ازاي انت بتعرف البوزيشن اهو؟ شوف بقى الجملة مهمة جدا هتسئلها في العملي وفي الشفوي. depending على ايه بقى البروبيسبشن؟ اهي الجملة مهمة اوي. الديجري اوف انجيوليشن، الزاوية، كل زاوية لها ريسبتور، دي تديك البوزيشن. طيب انك انت اتنقلت من الريسبتور ده للريسبتور ده للريسبتور ده ببطء، يبقى الموفمنتس كانت بطيئة. اتنقلت من 3 ل 2 ل 1 بسرعة، يبقى الموفمنت كانت سريعة. يبقى بتعرف ازاي بقى الريت اوف موفمنتس من الريت اوف ديسشارج. يبقى بعرف البوزيشن من الانجل، الديجري اوف انجليشن، كل انجل لها ريسبتور. طب بعرف الحركة حصل بسرعة ولا ببطء؟ الانتقال من الأول للتاني للتالت حصل ببطء ولا بسرعة؟ الريت اوف ديتشارج، دي مهمة قوي يا ولاد في الإجابة. طيب برضو كلام جديد مجدد، أنا قلت المحاضرات دي مجددة مش بالظبط زي المحاضرات الأساسية، وعشان كده بقول لك لا تملي اسمع الحاجة اللي بقولها، أصل لو هعيد يا ولاد نفس الكلام بالظبط، طب ما ليه أضيع وقتكم؟ ما تسمعوا اللي موجود. كل مرة قلت لك لو هقول محاضرة بعد ساعة هجدد فيها حاجة. طب مين الريسبتور بتوع بقى البروبريسبتيف سنسز؟ خد بالك بقى، كل التكتايل سكين ريسبتور اللي قلناهم اللي هم السته اللي فيهم اربعه انكابسوليتد واثنين فري، بس هنضيف حاجه، والديب ريسبتورز الديب بقى اللي مش تكتايل مش فوق، اللي موجودين في ثلاث حتت، ماسلز زي الماسل سبندل المغزى العضلي، تندونز زي جولجي تندون اورجان، واللي موجوده في الجوينتس في الليجامنتس والكبسول والحاجات دي. يبقى لما يقول لك مين الريسبتور بتوع البروبريسبشن، دي الاجابه بقى الاوائل الاوائل الاوائل. كل التكتايل سكين ريسبتور دي مجموعه، والديب ريسبتور اللي موجوده في ثلاث حتت، ماسلز تندونز اند جوينتس. طيب خد برضو ورا كلام مجدد، عندي ثلاث احتمالات. لو بشتغل على جوينت صغير زي الفينجرز، نص المعلومات بتيجي من السكين ريسبتور، ان مدى الشد هنا في الفينجر سكين ريسبتور، نص المعلومات بتيجي من السكين ريسبتور من التكتايل. طب لما بشتغل على جوينت كبير، قال لك في احتمالين زي على الني، لو عامل انا ميد رينج انجل يعني فردت رجلي نص فرده، يبقى الشده بتاعت العضله مش قويه، يبقى في هذه الحاله بيشتغل ماسل سبندل. لكن لو عملت extreme of joint range، يبقى الشده جامده قوي، لا فردت جامد قوي، هنا يبقى الجولجي تندون اورجان. واظن بالعقل هبقولها لكم، شوف مين يفتكرها، بس كل حاجه بالعقل في محاضرات الموتور بقى في النصف الثاني، ان الماسل سبند اللي افتكرها، الماسل بحرف الام بتستجيب للمودريت ستريتش، الام مع الام، الماسل للمودريت لانها في حته فليش، انما التندون الجامد عشان يتشد عاوز مارك ستريتش. يبقى شوف ليه انه جامد التندون، يبقى المودريت يشغل السبندل، انما الجامد يشغل الجولجي تندون اورجان. دي اوائل الاوائل الاوائل. نقول تاني،
يبقى في حالة الجوينت الصغيرة اللي هي زي الفينجر نص المعلومات جاية من السكين ريسبتور. الميد رينج المدرت يعني ماسل سبندل. طب الاكستريم اوف جوينت انجليشن يعني اللي هتعمل بقى اكستريم ستريتش جامد اللي هم الجولجي تندون اورجان هي بحط عليها ومعاهم الرافيني والباسينيان كورباس. الجولجي تندون اورجان والرافيني والباسينيان. طيب نوت الباسينيان كورباسل والماسل سبندل هم دول اللي بيدوا لانهم الريت ده رابيدلي ادابتنج هم اللي بيدوا الديناميك اللي هو الريت اوف موفمنتس. يبقى في الريت اوف موفمنتس الحاجه بتتغير يبقى عاوزين يبقى اللي بيستجيب ليها اللي هو الرابيدلي ادابتنج. وبقولها بطريقه لا تنسى اولاد عشان ما تنسوهاش. لو قال لك ان انت عندك البروبريسبشن في الستاتيك اللي هو البوزيشن وفي الديناميك اللي هو الريت اوف موفمنتس مين ريسبتورز بتاعت الريت اوف موفمنتس افتكرها الرابيدلي ادابتنج ريسبتورز اللي هم مين اسرع واحده مين تعرفها الباسينيان والثانيه هتفتكرها ان بحرف الار والرافيني كورباسل. يبقى الريت اوف موفمنتس الرابيدلي ادابتنج زي ال رافيني كورباسل ومعاها اسرع واحده ده موست رابيدلي ادابتنج ريسبتور اللي هي مين بقى دي مش لازم تبقى الار بالار باسينيان. شويه مجموعه اسئله في الام اس كيو اذا ما كنت يعني زي ما بقول المشي على الحبل يا اولاد. يبقى الجوينت صغيره بتاعت فينجر نص المعلومات من السكين. طب الرجل بقى حاجه كبيره جوينت كبير مودريت يبقى ماسل سبندل مودريت ماسل سبندل اوعى تنساه. طيب ماركت يبقى تشد شده جامده اللي هي الجولجي تندون اورجان ومعاها قلنا مين الباسينيان والرافيني. خد بقى الباسينيان والرافيني دول بيشتغلوا مع الريت اوف موفمنتس اللي هي الدايناميك. يبقى تفتكرها يبقى البروبريسبشن ده حتى من اسمها ستاتيك تبقى سلولي ادابتنج ريسبتورز انما الدايناميك تبقى رابيدلي ادابتنج ريسبتورز اللي هما مين الباسينيان والرافيني اوعى تنساها. في نوعين من المعلومات يا اولاد بتوصل لفوق. في كونشس انفورميشن بتروح عن طريق قلنا البروبريسبشن ده من فاين سنسيشن عن طريق الدورسال كولم. لكن في معلومات ما بتحسهاش وبتظبط جسمك انكونشس بتوصل عن طريق من السباينال كورد للسيريبيلم للمخيخ للسيريبيلم يا اولاد اهي برضو اوريك الرسمه. اللي هي بقى في هذه الحاله باللون الاصفر يا ولاد. فاكر كنت قلت لك الحاجات اللي بنحسها لو كانت فاين حاجه فاين ابيكريتيك بنحطها ورا في هنا في الـ في الـ في الـ في اللزق مش راضي يشتغل هشاور كده في اللزق اهي ده الفاين. طب الكرود مش دي مخبينها ورا وفي ناحيه الميدل لاين. الكرود البين والتمبرتشر في اللاترال والكروت تاتش كروت بريشر وتيكلينج واتشينج في الفنتر. طب بصوا بقى اللون الاصفر هم عندنا ثلاث انواع اخضر وازرق اصفر دول اللي هم سباينوثالاميك سباينوثريبيلر باث واي ده رايح للسريبيلم. السريبيلم ده ما يعني ده بيتصرف بالانكونشس يعني معلومات ما بتحسش حتى يسموه لما نيجي للسريبيلم سايلنت بارت اوف ذا برين حته لا فيها احساس ولا فيها حركه شغاله كده باللاوعي لكن مهمه جدا في تظبيط الاشياء. تبقى عارف هذه المعلومات. يبقى في نوعين من المعلومات في البروبريسبشن. النوع الكونشس ده بيطلع عن طريق الدورسال كورد اهو والنوع الانكونشس بيطلع عن طريق السباينوس ريبيلر تراك. بيقول لك ان الفايبريشن اللي ارقى حاجه خدناها في التكتايل ميكانوسيبتيف والبروبريسبتيف سنسز ار كلوزلي ريليتد. ما انت ملاحظ نفس الريسبتور زي باسينيان كله. بمعنى ايه الجمله دي؟ يعني يتاثروا بنفس الامراض يا اولاد. مين يفاكر الدورسال كولم كنا قلنا امراض مهمه قوي بتبوظوا الانكنترول دايبيتس ميليتس نقص بي 12 اللي هو البرنيشس انيميا والايرلي تيبز دورسالس. ده الميكانوسيبتيف سنسيشنز وهي اطول حاجه النهارده. ننتقل بقى لل
sensations التانية اللي هي thermoceptive sensations أو thermal sensations أهي. thermal sensation ده ما بيجيش نظري يعني عملي شفوي MSQ مش عاوزك تركز فيه قوي يعني. thermal sensation نقطة الأولى receptors. عندنا receptor cold, receptor بتحس cold اللي هي خد بالك احنا قلنا thermal pain اللي جاي لهم دول كرود بقى كرود يبقى انت خلاص مستعد يبقى بنتكلم على ايه دلتا وسي وفي أنهي كولم قلنا pain و temperature اللي هما جايين لهم دول في اللاترال كولم معلومات اهي مستعدين بيها قبل ما نبتدي. الكولد ريسبتورز موجودة في الدندريتك اندينجز يعني نهاية الدندرايتس يعني free nerve endings نهاية الدندرايتس بتاعت الاي دلتا والسي فايبرز بينما الورمث ريسبتور بتاعت الدفى بتبقى في السي فايبرز. طب وسرعة الكوندكشن احنا عارفين هقول لك بطريقه سهله الاي دلتا 20 متر في الثانيه السي بسرعه 2 متر في الثانيه. في نوع ثالث الاوائل بقى في ثيرمال نوسي سيبتورز. فاكر كنا خدنا في او في النوسي سيبتور اللي هو مؤثرات الالم كان في نوع بيتاثر بالاكستريمز اوف تمبرتشر اسمه ثيرمال نوسي سيبتورز يعني فوق 45 غير انك حاسس بالسخونه لكن مؤلمه تحت 5 غير انك حاسس بالبروده لكن مؤلمه فده يسموها الثيرمال نوسي سيبتورز. طب ايه الكاركترز لسه الموضوع هيحلو بس استناني شويه. الثيرمال سنسيشنز الريسبتور بتاعتها يا اولاد موجوده في السبكوتينيوس تيشو immediately under the skin تحت الجلد وعليه واحد من اشهر يبقى انا ما بقول يعني نقطه مهمه الريسبتور موجوده في السكين اسمع الجمله دي مهمه قوي يعني في السبكوتينيوس تيشو تحت الجلد على طول اكشوالي الريسبتور دي بتقيس السكين تمبرتشر نوت ذا ويذر تمبرتشر بس حراره الجو نوت ذا اوبجكت تمبرتشر. طالب قال لي الله يعني هي بتقيس حراره الجلد طب ازاي انا عارف دلوقتي ان الجو برد او الجو حر وهي ما بتقيس الجو بتقيس الجلد الحته دي سهله في الاجابه لان الجو بيحاكي الجلد بيحاكي حراره الجو يعني لو درجه حراره الجو انخفضت حراره الجلد بتنخفض بيبقى جلدك ساقع عارف ليه عشان ما يبقاش فيه جريديان عشان ما تفقدش حراره كتير وبالعكس لو الدنيا حررت حراره الجو ارتفعت بتلاقي وشك احمر وسخن بيرتفع حراره الجلد عشان ما يحصلش هيت جين. يبقى اكشوال ريسبتور دي ما بتقيس حراره الجو بتقيس حراره الجلد والجلد الجلد بنفهم عربي يحاكي حراره الجو بيبقى سائع في السقعه سخن في السخونه عشان كده عارف الجو سائع او سخن. وعشان كده اقول حاجه لطيفه فقط معلومات العامه الناس وبئس المصير لا يدخلوا جهنم اللي بيشربوا الكهوليكس خمور يقول لك بتدفيني بتدفيك حاجه فولس تخلي وشك احمر كده اما تشرب خمور فدم كتير في الجلد فالجلد يسخن فانت تتصور ان الدنيا دافيه. مع ان انت عملت عكس اللي ربنا عاوزه، ربنا عاوز لما الجو ينخفض الجلد يبقى ساقع عشان ما يحصلش هيت لوس. حضرتك دفيت الجلد سخنت جلد بقى وشك احمر وسخن. اخدت ميزه تافهه انك حاسس ان الدنيا بقت دافيه. بس وسعت فرق الحرارة ما بين الجو الساقع وجلدك اللي بقى أحمر وسخن فحصل هيت لوس لكمية كبيرة يجيلك التهاب رئوي يتوفاك الله. دليل الكهوليكس تدي إحساس الدفء لأنه الريسبتور ما بتقيس حرارة الجو بتقيس حرارة الجلد. تاني حاجة واحد قال لي طب التانية صعبة ليه أنا ما بمسك بلاستيك أو خشب أقول ده دافي وما أمسك حاجة معدن أقول دي ساعة مع إن الاتنين افهم السؤال فين السؤال الأول جماد يعني إيه؟ يعني لو نفس حراره الغرفه بذاتهم هما اتنين ليهم نفس الحراره طب اشمعنى لما بنمسك الخشب والبلاستيك نقول دافي شويه والمعادن نقول ساعه سهل قوي المعادن موصله جيده الحراره بتسرب حراره الجلد
بتضيع جزء من حراره الجلد في الجو، فالجلد اللي ملاصق ليها سائع لانه فقد حرارته، لان المعدن موصل جاي فتهيأ له انها ساقعه. بينما الخشب والبلاستيك مصر رضيء ما بيتخلصش من حراره الجلد، فالجلد قاعد على شاكلته سخن، فانت تهيأ لك الاوبجكت سخن. انما انت ما بتقيس المعدن وتقيس البلاستيك. السكين تمبرتشر ريسبتورز يا اولاد تقيس the skin temperature, not the weather temperature, not the object temperature. وشرحتها بتفصيل. طيب تاني حاجة، انه ال temperature receptors ربنا حطتها في شكل spots, discrete separated spots، يعني موجودة في subcutaneous tissue بحرف الاس، وموجودة في شكل discrete separated spots. وتعالى افرجك يعني الكولد ريسبتور بتتجمع في spots اهي اللي باللون الازرق، بحب الازرق حتى يشير للبرد، والوارم ريسبتور بتتجمع في spots اللي هي باللون الاحمر اهي warm spots، وما بينهم في thermally insensitive spots in between، حتت ما فيهاش ريسبتورز خالص. يبقى في cold spots، في warm spots، في thermally insensitive spots. ده توزيعتهم كده. تعال بقى نتأمل ونتأكد أنه وراء الخلق خالق. في الليبس، في الشفايف، بيبقى عدد السبوتس من 15 ل 25 في السنتيمتر المربع. في الفينجرز 5 ل 8، أنا آسف كاتبها بالعكس، 5 ل 8 في السنتيمتر المربع. في الترانك واحد سبوت في السنتيمتر المربع، يعني الليبس اكتر من الفينجر اكتر من الترانك. واحد يقول لي دي بتيجي في الام اس كيو، بتيجي في الام اس كيو، مش العدد بيجي ان الليبس فيها اكتر من فينجرز اكتر من الترانك. قال لي هنحفظها ازاي؟ قلت له ما نحفظهاش، احنا بنحفظ. وراء الخلق خالق يا شباب، وراء الخلق خالق. بما يدل على انه قلت الفهم يؤكد ان وراء الخلق خالق، والخلق يؤكد سهل الفهم. مين اكتر حته في جسمك بتتعرض لسائع وسخن وسائع وسخن طول النهار، سائع وسخن سائع وسخن، عمال تشرب وسناكس؟ الليبس، فربنا حط فيها اكتر حاجه. ثم هتغسل ايديك كم مره؟ 3-4 مرات في اليوم بعد وجبات، فالفينجرز يليها. وتستحمى من العيد للعيد، يبقى الترانك اقل حاجه. خلاص، يبقى الليبس، فالفينجرز، فالترانك. يبقى وراء الخلق خالق يا ولاد، ده لسه في متعة. حتى اللي جاية بقى رهيبة، وقلت أنا في الأول فوتها بسرعة. أيهما أخطر، الكولد أم الوارمث سنسيشن؟ يعني أني أكثر خطورة؟ طبعا البرد، مش الدفء. ما بقولش النار، بقول الدفء ولا البرودة. الواحد بيبحث عن الدفء وبيبعد عن البرودة. أقول لك مثال، عندنا في ريفنا الجميل لما يجي لي ضيوف في الريف كتار في الشتاء، يعني ما اقدرش اعزم عليهم لان هغطيهم ازاي؟ كل العدد ده لا يموتوا من البرد. لكن في الصيف اعزم بقلب، والناس تقول تعبير جميل قوي، تقول لك حصيره الصيف واسعه، يعني تشيل ناس كتير، البيت يستوعب اي عدد من الضيوف، ما انا مش عاوز اغطيهم لان الكلب مدمر. احكي قصه ثانيه وحكيتها في المحاضرات الاساسيه. الكولد فروست بايت، يعني ممكن في جو هنا درجه الحراره دلوقتي 3 تحت فوق الصفر، بعد شويه هتبقى تحت الصفر، لو سبت ايديك كده الكولد بيعمل فازو كونستريكشن، الاوعيه اللي رايحه للانسجه بتنقبض، فالدم بيقل، ممكن تموت الانسجه، يحصل نيكروسيس. الكولد مدمر، بيعمل دامج. انما الدفء، بقول الدفء مش السخونه، غير مدمر. يبقى الكولد اخطر من الورمز. تعال بقى نقارن ما بينهم في جدول في ام اس كيو، مبعثه شيء واحد، انه وراء الخلق خالق. انت هجاوبه بقى، يبقى ربنا هيدي اهتمام اكتر بالكولد ام بالورم؟ طالب قال لي حسن انت قلت الكولد اخطر، يبقى ربنا هيهتم بالكولد اكتر. بص معايا، الكولد سبوتس وعليه الريسبتورز او السبوتس ار مور نيوميراس، نمرة واحد، 3-10 مرات قد الورم، لأنه أخطر، فربنا إداله ريسبتور أكتر.
الكولد ريسبتور احنا قلنا هم كلهم في السبكوتينيوس تيشو ايميديتلي تحت الجلد. الكولد ريسبتور مور سوبرفيشال عشان يلقط البروده احسن، انما هنا ليس سوبرفيشال. الكولد ريسبتور والورم ريسبتور كنا قلنا هما الاثنين مودريتلي ادابتنج في التصنيف، كان البين سلولي ادابتنج والتاتش رابيدلي ادابتنج، دول كانوا مودريتلي ادابت، بس ستيل داخل المودريتلي ادابتنج هما الاثنين مودريتلي ادابت. الكولد بيادابت مور سلولي لان هو الاهم، ما يتوقفش الريسبتور يقف الهوت قبل ما يقف الكولد، لانه مور سلولي ادابتنج وان كانوا ايه مودريتلي ادابتنج. طب بص الرابعه، ان ربنا بيدي الاولويه للكولد، فعشان كده دلوقتي هتفهم بس ان الريسبتور بتاعت الكولد اهم من بتاعه ايه الورم. اداها ربنا سي، ما هو الورم سي، بس الكولد خد سي اللي هي اسوا نوع، وخد الاي دلتا يعني افخم، مش كله سي زي هنا. يبقى اربع حاجات يا اولاد تؤكد مش ان الكولد ريسبتور اهم من الورم ريسبتورز، انه وراء الخلق خالق. وراء الخلق خالق يساعدنا في فهم الفسيولوجي، وفهم الفسيولوجي يؤكد انه وراء الخلق خالق. الكولد اخطر انه بيعمل فازو كونستكشن اسكيميا النكروز اوف تيشو. This why اربع مميزات للكولد ريسبتور: مور نيومرس 13 مرات قد الوردز، مور سوبرفيشال نمره 2، ادابت مور سلولي نمره 3 وان كان هما الاثنين مودر كادابتنج، نمره 4 واخد ريسبتور احسن، ايه دلتا وسي. كل واحده من دي سؤال ام اس كيو. تعال اتفرج الثريشولد والبيك، خلاص دي لازم احفظهم. الكولد بيبتدي تحس الكولد عند 10 وتتزايد الامبلس، البيك عند 24 وتتوقف عند 40. يعني انا هوريها لك في رسمه جميله، احب الرسمه قوي يا اولاد، هو باللون الازرق يبقى الكولد. طافوا كده تبقى احسن. الكولد بيبتدي يعني بيشتغل ما بين 10 و40 والبيك عند 24. حلو في الحفظ، حتى اعدد لذيذ. 10 40 والبيك 24، دي اسئله ام اس كيو. الورم بيبتدي عند 30 ويصل البيك عند 45. خلاص يصل البيك عند 45. طيب خد بالك فوق 45 حاسس سخونه، بس سخونه مؤلمه هوت بين. طب تحت 10 وفي بعض الكتب 5 مش مهم، حاسس بروده بس بروده مؤلمه كولد بين. يبقى تاني دي عادات في مش مهمه. يبقى الكولد يبتدي عند 10 ويقف عند 40 والبيك عند 24. 10 40 10 40 24. انما الهوت تبتدي عند 30 والبيك عند 45. في منطقة تداخل هنا بيشتغل فيها الاثنين اللي هي بين 30 و40، ده سؤال يا اولاد. يعني بيشتغل الكولد والهوت ريسبتورز، هي دي احسن حته افتح ودنك. بنديسكريمينيت فيها ان درجه حراره 32 ادفى من 31، عارف ليه؟ لان 32 بتشغل مور وورم ريسبتور وليس كولد ريسبتور، لان الكولد ريسبتور بيقله والورم بيزيده. فمنطقة التداخل دي قصد إلهي من 30 ل 40، هنا بيحصل الـ discrimination of temperature changes. ده سؤال. طب سؤال تاني، فين الـ pain threshold؟ لقوا إن كل الناس بتتألم عند درجة 45، سموه الـ pain threshold. عشان كده بيقول لك الناس لا يختلفوا في النقطة اللي بيحصل عندها الألم، بيختلفوا في الـ reaction to pain not the threshold. كل الناس سؤال ام اس كيو مهم جدا، يتألموا لما درجه الحراره توصل 45. وفي المحاضرات الاساسيه قلت التجربه اللي عملوها اللي مش علينا، انما الاختلاف ما بين حضرتك وحضرتك والعبد الله في الرياكشن تو بين، في رده الفعل للبين، مش ان واحد عنده هاي ثريشولد ده كلام فارغ، واحد عنده لو ثريشولد ده كلام فارغ، هو بيتحمل اكثر او يتحمل اقل، لكن كلنا نتألم عن 45. طب عند صفر ايه الاحساس؟ مفيش اي احساس. انستيزيا. انستيزيا يعني احساس؟ انستيزيا لا احساس. تقول لك الواحد اطرافه تجمدت، فقد الاحساس فيها. عارف ليه؟ وطبعا دي حاجه خطيره ان هيحصل اسكيميا وهتموت الاجزاء. لان احنا الكهرباء عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره عن ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، يعني صوديوم وبوتاسيوم. ديفيوجن ما
من خلال فولتج جيتد صوديوم بوتاسيوم شانل، والديفيوجن بيتوقف عند صفر. ادي اول مره تفهمها. وعليها عند صفر نو ديفيوجن نو اكشن بوتنشلز نو سنسيشن، يبقى انستيجيا. فهمت؟ كل دي مجموعه اسئله في الام اس كيو، ومش هعيد ابعدها مره اخرى. طيب نكمل يا ولاد. سؤال مهم قوي. ميكانيزم اوف ستيميليشن، يعني ده سؤال الاول نفهم السؤال قبل الاجابه. يعني انا دلوقتي الجو برد، البروده ده شيء لا يرى، او الجو سخن مش شايف سخونه في الجو. فالسؤال افهم الاول السؤال مش الاجابه. كيف حول الخالق الشيء الغير مرئي اللي هي بروده او سخونه لشيء محسوس بالنسبه للريسبتور تقيسه وتقيسه بدقه؟ يعني كيف تحول الغير محسوس الى محسوس؟ شوف الروعه، شوف الروعه في الخلق. ان التمبرتشر بتؤثر على الميتابوليزم، السخونه بتزود الميتابوليزم وبالتالي تزود الميتابولايتس، والبروده تنقص الميتابوليزم وبالتالي تنقص الميتابولايتس. فربنا خلى الثيرمال ريسبتور تقيس الميتابولايتس، لو لقيتها بتزيد يبقى الدنيا بتسخن، بتقل يبقى الدنيا بتبرد. ده كيف حول الخالق اللامرئي السخونه والبروده في الجو الى شيء تقيسه الريسبتور وبدقه. يبقى لما يسالك في الريسكيو وفي الشافوي الميكانيزم والستيميليشن، تقول له هي بتقيس التشينج ان ميتابولايت كونسنتريشنز، كل تغير 10 درجات بيضاعف كميه الميتابولايتس، تو فولز انكريس. هي بقى مش بتقيس المضاعفه، ده هي بتقيس اي تغير دقيق في الميتابولايتس. طيب نيجي بعد كده هيسالك سنسيشن ديبيندز على ايه، وده تجربه عمليه. اول حاجه على الاوريجينال سكين تمبرتشر، وهنا في تجربه جميله، تعال خلينا نشرح عملي المحاضره دي. هنجيب كوب فيه ميه بارده وكوب فيه ميه سخنه، والكوب اللي في النص فيه ميه فاتره، وتحط صباعك بتاع ايدك الشمال في الكولد وصباعك بتاع ايدك اليمين في الورم لمده دقيقتين ثلاثه، وبعدين انقل صباعينك حطهم في الميه الفاتره، يعني نفس الدرجه سبحان الله، وانت نفس الشخص. احساس صباعك اللي كان في الورم الميه ساقعه، واحساس صباعك اللي كان في الكولد الميه سخنه، مع ان الميه نفس الدرجه. يبقى احساس الحراره بيعتمد على ايه يا اولاد؟ على الاوريجينال سكين تمبرتشر. نفس الشخص ونفس درجه حراره الميه، اللي كان في السخنه حاسس الميه ساقعه، اللي كان في الساقعه حاسس الميه سخنه. يبقى ده اول حاجه تؤثر، ده تجربه عمليه. هيسالك في العملي طب ايه حاجات ثانيه؟ الريت اوف تمبرتشر تشينجز، يعني لو انتقلت، لاني ما بديش فرصه، لو الريت سريع ما بديش فرصه للادابتيشن. يعني لو انا قاعد في حته دافيه رحت خارج في حته بارده احس الدنيا بارده قوي. عشان كده حتى احنا لما الواحد يبقى عند ناس وقاعد في بيت دفى والشارع بره برد، يقول له افتح الشباك شويه بس عشان اتكيف ادابت. خلاص؟ فالريت اوف تمبرتشر تشينجز رابيد ريت، هتحس الانتقال من سخن لساقع هتحسه جاي كويس قوي، انتقلت رويدا رويدا هيبقى الاحساس اقل. ثالث حاجه الاريا اكسبوزد يا ولاد. دي سواي في الشتاء بنغطي اكبر ارياز في جسمنا عشان ما نحسش البروده. خلاص؟ يبقى الاريا اكسبوز. يبقى ثلاث حاجات سنسيشن ديبيندز على ثلاث حاجات، اوريجينال سكين تمبرتشر، ريت اوف تمبرتشر تشينجز، اريا اكسبوز. بيحمل على ايه بقى التمبرتشر؟ قلنا كمال بين يا ولاد. في اللاترال، اوعى تنسى واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو في الامراض العصبيه. البين والتمبرتشر في اللاترال سبينال ثلاميك، وقلت لك ايه علاقه البين والتمبرتشر؟ ان البين هو الامتداد الطبيعي للتمبرتشر من الجهتين يا اولاد. اهو تحت 10 في كولد بين، فوق 45 في هوت بين، فعشان كده ربنا اطيره على الاشكاليه تقع تؤكد وجود الخالق. يبقى التمبرتشر مع البين حطهم في نفس التراك اللي هو اللاترال، جاي من السباينال كورد للثالاموس، فسموه لاترال لانه في اللاترال كولم، من السباينال كورد للثالاموس سباينو ثالاميك تراك. طيب في بقى ثلاثة نوتس بيتسالوا في الشفا وفي الام اس كيو. ديترمينيشن اوف جراديشن، يعني ازاي بنعرف ان قلت لك 32 اسخن من 31 في المنطقه اللي في النص، ان 32 بتشغل مور وورم وليس كولد.
يبقى من الريلاتيف ديجري اوف ستيميليشن اوف ديفرنت تايبس اوف ريسبتورز في منطقه التداخل ما بينهم اللي هي من 30 ل 40 اهي يا اولاد. انك لما بتروح الناحيه دي بنشغل مور وورم وليس كولد ريسبتور. يبقى بنعرفها من الريلاتيف ديجري، دي اهم كلمه الريلاتيف ديجري، الدرجه النسبيه للاستيميليشن للريسبتورز المختلفه. طيب شوف بقى حاجه ثانيه اسمها باروكسيزمال كولد سنسيشن. باروكسيزمال يعني متعاكس، احساس متعاكس بالبرد. يعني المفروض عند درجه فوق 45 تبقى ده برد، لا مش برد. ومع ذلك لو وجربناها كلنا ساعات الواحد يقف تحت الشاور تحت الدش وتبقى الدرجه الحراره مظبوطه عند 45 بالظبط، اول احساس ياخده ان المايه نزلت ساقعه مع انها نزلت سخنه. يعني احساس متعاكس بالساعه برغم انها 45، سموها باروكسيزمال كولد سنسيشن فوق 45 لفتره طبعا، وبعد كده بيبتدي يشتغل الورم ريسبتورز. ما حدش عارف سببها ايه، بس في بعض التكست بوكس دورت لقيت بيقولوا ات مي بي ديو تو دامج اوف ريسبتورز، لان عند 45 بيشتغل بين، والبين اسمع دي سيجنال تيشو دامج. سبحان الله بيقول لك الفريزنج كولد اللي هو تحت 5 او تحت 10 والبيرنينج هوت فوق 45 فيلت، هما الاثنين اولموست الايك، حسوا زي بعض. يبقى ده موضوع الثيرمال مش هعيد تاني، انت هتعيده، ده ما بيجيش نظري، كلها اسئله ام اس كيو يا اولاد. الريسبتور ما تنساش الاوائل، ما عندناش كولد وورم ريسبتور بس، عندنا كولد وورمز والثيرمال نوسيسبتورز للاوائل. اوعى تنسى، ولا تنسى الكولد المفضل على الورم هنا دلوقتي، فاهمها بقى ايه دلتا وسي انما دي سي بس. الايه دلتا 20 متر في الثانيه انما اللي الثانيه 2 متر، 20 و2. طيب نيجي الكاركترز، قلنا اثنين بحرف الاس، انه صدق ولا تصدق الريسبتور في السبكوتينيوس تيشو، ومش في كل حته، في سبوتس معينه، في حته ما فيهاش. تمام؟ طب السبوتس اكتر فين؟ الحتت اللي بتتعرض للحراره اكتر، ليبس اكتر من فينجرز اكتر من الترانك. وبعدين قارنا الكولد بالورمز من خلال ان وراء الخلق خالق، ان الكولد اهم، مور ريسبتورز اند سبوتس، مور سوبرفيشال، ادابت مور سلولي، واخد فايبرز احسن، ايه دلتا؟ ايه دلتا وسي؟ الثانيه واخده سي بس. وتشتغل من 10 ل 40 ببيك 24، هنا بتشتغل من قلنا بتشتغل من 30 لحد 45 ل 46. بعض الناس يقول لك الثريشولد مش فارقه، مش يعني حسب الكتاب اللي عندك. ميكانيزم اوف ستيميليشن بتقيس الميتابوليك الميتابولايتس كونسنتريشن. ايه السنسيشن اوف تمبرتشر ديبينز على ايه؟ على ثلاث حاجات، ده كلام بتاع اطفال. بيتشال مع البين على اللاترال سبينال ثلاميك. وبعدين ثلاث اسئله، الديتيرمينيشن اوف جراديشن باي ريلاتيف ديجري، ريلاتيف ديجري اوف ستيميليشن اوف ذا ديفرنت تايبس. الباروكسيزمال كولد عند فوق 45 بس كولد معناها سخنه. وبعدين فريزنج كولد والبيرنينج هوت بيتحسوا زي بعض. طيب ننتقل بقى للاهم يا اولاد، وهو البين يا اولاد. بين بين بين، احنا شغلتنا كاطباء تو الليفييت بين، ان احنا نرفع الالم عن مرضانا، ده شغلتنا اساسا، ان احنا نعالج الالام بتاعه البشريه. عشان كده قلنا مهنه نبيله. فالبين بحب اقول جملتين في الاول يا اولاد. البين سيجنالز تيشو دامج، لو حضرتك متألم يعني انا قرصتك كده فانت تألمت يبقى حصل تيشو دامج، مش جروسلي مش بالعين المجرده، لكن 100% لو بالهيستولوجي حصل تيشو دامج، يبقى بين يساوي تيشو دامج، ادي اول معلومه. وبالتالي البين ايفوكس يعني يستثير شيئين، بروتكتيف ريفلكس، ان لما اقرصك بتسحب ايدك، فليكس ويزدرول، مسمار في رجلك لو كنت ماشي حافي يعني وده ما يصحش، فليكسور ويزدرول، تعمل فليكشن وتسحب رجلك. اند بين بيخلي العيان سيكس ميديكال ادفايس، يروح للدكتور. البين ده مهم جدا. طيب تعال نشوف انواع البين.
هناخدها بطريقة لطيفة. الثلاثة الأساسيين من بره لجوه في كوتينيوس بين في الجلد، ننزل تحت يبقى ديب بين، ننزل لجوه خالص يبقى فيسرال بين. يبقى في كوتينيوس وديب وفيسرال بين. لكن في نوع رابع الأوائل اسمه نيوروباثيك بين. يعني باثيك يعني حاجة باثولوجي في النفس. ده نوع رابع. خد بالك كل واحد لوحده بيجي سؤال. نيجي أهم نوع اللي هو كوتينيوس بين. احنا قلنا تاني البين ده كما الثيرمال تشاركا ان هما الاثنين فين فاكر؟ في اللاترال كولم. وليه علاقه البين بالتمبرشر في عين؟ تحت 10 كول بين، فوق 45 هوت بين. حاجه معروفه عارفينها يا اولاد. تمام؟ يبقى الامتداد الطبيعي للتمبرشر ميجا تاني هو البين، عشان كده هما الاثنين مع بعض. طب واحنا في انهي في اللاترال كولم؟ قلنا الدورسال ده بتاع الفايبر، واخدين اسوأ نوع من الفايبر اللي هم السي اساسا، كل الكروت في السي، لكن لزوم الشيء ان شويه يطلعوا للكورتكس، فواخدين ايه دلتا. يبقى اذا التجمعات حلوه، لا تخلي واحد ما بيحفظ اي كروت سنسيشن سي ثم سي ثم سي بطريقتي ثم ايه دلتا. اي فاين سنسيشن في الدورسال كولم اللي هم الابيكريتيك او فاين، يبقى دورسال كولم وعين ايه الفا واي بيتا. تمام. طيب نبتدي بالكوتينيوس بين. كوتينيوس بين في الجلد، شوف الروعة، شوف الروعة وراء الخلق خالق. مهم البين بتاع الجلد ان انا احدد مكانه، لان لو حاجة بتعورني من برة حشرة يبقى لازم اشيلها. يبقى مهم قوي اللوكاليزيشن. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا مفيش حاجه بتطلع الكورتكس اللي هي بتعمل لوكاليزيشن غير ايه دلتا. عشان كده الجلد هو تقريبا، ما بقولش فقط اللي عنده سي وايه دلتا، انما الديب بين الفيسرال بين موستلي دلتا، موستلي سي، اسف موستلي سي، لان مش مهم ان انا اعرف بالظبط فين النقطه في حاله الفيسرا او الديب بين، لكن في الجلد لازم ابص على الجلد بتاعي ايه اللي مؤلمني عشان اشيل مصدر الاذى. فالكوتينيوس بين هو اللي سي واي دلتا. طب الاي دلتا سريعه، فاست، السي بطيئه تبقى سلو. عشان كده انقسم الكوتينيوس بين الى نوعين، فاست بين بتاع الاي دلتا وسلو بين بتاع السي. خلاص. وده اهم سؤال تاني بعد الفاين تاتش في هذه المحاضره. الفاست ليه اسماء بديله، يسموه ايميديت بين، يسموه اكيوت يعني حاد، يسموه بريكنج زي الشكشكه، إلكتريك زي الكهرباء، شارب يعني حاد. أما السلو ليه أسماء تانية. السلو بيقعد مدة طويلة، يبقى كرونيك مزمن، بيرنينج يعني زي الحريق، ثروبينج، ثروبينج زي النقح لما يبقى عندك أبسس يعني خراج وجع بينقح، إيكينج يعني مؤلم، نوزييتينج يعني حاسس بغثيان نفس. كل دي أسماء بديلة مش عايدة تاني أنت بأسمع الفيديو تاني، لكن هو غالبا بيجي فاست وسلو، بس تبقى عارف يعني. ما يجي لك هذا السؤال وما عشقت مثل عشقي للنظام، فانا حطيته في تيبل فورم من 9 نقط تجاوب بيه نظري شفوي ام اس كيو. 9 نقط كلها نقطتين مع بعضهما، يبقى 2 2 2 2 8 واحده لوحدها في الاخر. مش انظم من ذلك. الفاست بين بتاع الاي دلتا، لما افرض سيجاره حد جت في 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 ايدك غلط، في ساعة لسعة السيجارة بتحس بين على طول، فاست بين. بعد ما السيجارة مشيت والراجل اعتذر لك، ستيل ايدك وجعاك، في سلو بين. يبقى وقت اللسعة في فاست بين، وقدرت تحدد مكانه بالظبط لان ده على الاي دلتا. وبعدين بعد كده سلو بين اللي هو على السي، تحديد انا حاسس ايدك وجعاك بس مش زي وقت اللسعة. نبتدي اول نقطتين يا اولاد. الفاست بيبتدي اون ذا افريج بعد الاستيميليشن، بعد البينفول ستيمولس بواحد من 10 من الثانيه، ويقعد شورت ديوريشن لانه ايه دلتا سريعه 20 متر في الثانيه. انما السلو اللي هي السي فايبر بتبتدي بعد مش 10 ثانيه، ثانيه كامله وتقعد لونج ديوريشن. ادي اول نقطتين مع بعض، واحد من 10 وشورت ديوريشن، واحد ثانيه ولونج ديوريشن، اون ذا افريج، اون ذا افريج طبعا. النقطه الثالثه والرابعه، ان الفاست يبقى هو اللي على الاي دلتا، والاي دلتا دي اللي بتروح الكورتكس. السباينوثالاميك تراكت، اللاترال سباينوثالاميك تراكت اهو بتاع البين والتمبرتشر، في جزئين،
في حتة تروح الكورتكس اسمها نيو، نيو يعني جديد، لأن الكورتكس يا أولاد الكورتكس ده جديد، يعني الحيوانات في تطور الكائنات الأسماك والطيور ما عندها سيريبرال كورتكس، الثدييات عندها سيريبرال كورتكس، فالاي دلتا ده بيروح الكورتكس اللي هو الجديد فسموه نيو سباينو ثالاميك، انما السي ما بيروحش الكورتكس فبيسموه بيليو سباينو ثالاميك تراك. بيليو يعني قديم، بيليونتولوجي اللي هو دراسه العصر القديم، يعني بيليونتولوجي اللي هم مثلا بيدرسوا الديناصورات التي انقرضت من 65 مليون سنه. اكتر بلد فيها معاهد للبيليونتولوجي وبيليونتولوجيس علماء في الدراسات القديمه، اللي اكتر بلاد فيها الديناصورات ده فقر المعلومات العامه، الارجنتين. بيقول لك في كل متر بتمشي في الارجنتين مشي عليه ديناصور من 65 مليون سنه قبلك. فبيليو يعني قديم، نيو يعني جديد. فالاي دلتا بتروح الكورتكس الجديده اللي بتعمل لوكاليزيشن، فبتروح بأني حته في اللاترال سباينو ثالاميك الفايبرز الجديده نيو سباينو ثالاميك تراك، انما السي القديمه بتروح في أني حته في اللاترال سباينو ثالاميك البيليو سباينو ثالاميك تراك. النقطة الخامسة والسادسة متوقعة. طب الاي دلتا راحت السيريبرال سنسوري كورتكس اللي بتروح الكورتكس، ما قلنا المايل نيتيف بس اللي بيطلع الكورتكس، تبقى ويل لوكالايزد كورتكس بيعمل لوكالايزيشن. عشان كده وقت لسعة السيجارة حسيت اللسعة فين مكانها بالظبط، بعد ربع ساعة ايدك ما زالت وجعاك من اللسعة بس مش محددها بالظبط، بينما السي ما بتروحش كورتكس، بتروح النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي وريتيكو فورميشن اللي هي بتعمل لوكالايزيشن بتاعها بوردي لوكالايزد فوردي لوكالايز. وقلتها بنقطة فيها مزاح يا أولاد، الكورتكس ده باشا كبير قوي، الفايبرز طلع له لازم تبقى مالينيتد متغطية، ما عندوش نظام يطلع له فايبر مالينيتد عريانة، ما عندوش الأنظمة القبيحة دي. كورتكس أعلى ما نمتلك ما يستقبلش غير الفايبرز المهندمة لابسة مالينيتد، فالإيه دلتا يطلع الكورتكس، السي ما يطلعش كورتكس بتاع في الثالاموس فتيكا فورميشن. طب الكورتكس اللي بتعمل لوكاليزيشن. النقطة اللي بعد كده جميلة، الاي دلتا احنا قلنا البين ريسبتورز، لسه هنقولها البين ريسبتور دي سيبناها. البين ريسبتورز في قلنا في محاضرة الريسبتور في ميكانو سيبتيف وثيرما ريسبتورز وكيمو سيبتورز وبولي مودال، فاكر الاي دلتا دي فايبرز محترمه متخصصه متصله بنوعين بس، الميكانو والثيرمو، وموجوده في حتت معينه بس، السكين احفظها والسينوفيال ميمبرين والكافرز هاجي لها حالا دلوقتي. انما السي دي بسميها ممارس عام، متصله بكل الريسبتورز، موجوده في كل التيشوز، السكين واللي تحته الديب تيشو والفيسرا، يبقى حتى باخدهم مع بعض. السي دي متصله بكل الانواع وفي كل التيشوز، ممارس عام تعبان. انما الاي دلتا دي ارقى اخصائي بالميكانيكال والثيرمال بس، بالسكين والاغلفه بسميها، والسكين مغلفك من بره والممبرنز مغلفه الاورجنز من جوه الكافرز حتى عشان تحفظها بطريقه حلوه. الاي دلتا موجود في الاغلفه، غلاف الجسم اللي هو السكين وغلاف الاورجنز اللي هو السينوفيال ميمبرين. يبقى دي النقطه السابعه والثامنه. طيب نيجي النقطة اللي التاسعة لوحدها، كنا خدناها العام الماضي يا أولاد، إن الأي دلتا فايبرز تتأثر أكتر بالبريشر والأوكشن لاك، لأن حجمها كبير عاوزة أوكشن كتير، عاوزة دم كتير، فالبريشر بيقلل بلاد سبلاي. نقص الأوكشن، هي محتاجة أوكشن أكتر لأن حجمها أكتر، فعشان كده البريشر والأوكشن لاك يؤثرها في الأي دلتا قبل السي، مش فقط في الأي دلتا. بينما لو دهنت لوكال انثيتكس مخدر موضوعي زي الكوكايين هينفذ للسي قبل ما ينفذ لمركز الايه، فاللوكال انثيتك والكوكايين ياثروا في السي اكتر من الاي دلتا. ادي التسع نقط يا اولاد، واحد من اهم الاسئله اللي هو الكوتينيوس بين. يبقى الكوتين قلنا البين بيحمل على فيه على الاي دلتا في الجلد والسي، فخدناهم تسع نقاط. الاي دلتا بعد 10 ثانيه يقعد شورت دوريشن، الثاني ثانيه يقعد لو دوريشن، ادي نقطتين. السريع يتشال على الاي دلتا ويروح الكورتكس الجديد، يبقى نيو سباينو ثالاميك. القديم على السي فايبرز لو تروحش الكورتكس بيليو سباينو ثالاميك. طب اللي راح الكورتكس النقطه الخامسه والسادسه
يبقى well localized. اللي راح الثالاموس النون سبيسيفيك ثالاميك نوكلياي اورتيكا فورميشن يبقى poorly localized. سبعة والثامنة ان الاي دلتا ارقى، يبقى اخصائي يتصل بانواع معينه من ريسبتور ميكانيكال وثيرمال، موجود في حتت معينه بس في الجسم، الاغلفه سكين والسينوفيال ميمبرينز والكافرز، انما الثاني موجود كل الريسبتورز وكل الانسجه. بقى النقطه التاسعه انه ده بيتاثر الاي دلتا بالبريشر اوكشن لاك الاول، فاهم ليه؟ لانه اكبر محتاج دم اكتر اوكشن اكتر قبل السي، انما السي لوكال انثيتي انثيتكس الكوكايين ينفذ الى مركزها اولا، حتى كنا حفظناها في سنه اولى الكوكايين في السي، وقلنا ثان جاد اللوكال انثيتكس بتاثر في السي اكتر، لان السي هي دي اللي بتحمل البين المزعج الكرونيك البيرنينج. قلت لما ربنا توعدنا توعدنا بالحرق بيرنينج بيرنينج سي سي. ده سؤال مهم، احنا فوتنا سؤال يا اولاد اللي هو الريسبتورز، الريسبتورز بتاعت البين. ده سؤال مهم في نظري جدا. قلنا البين سيجنالز تيشو دامج، وقلنا البينز بيعمل بروتكتيف ريفلكسز فليكسور درول وبيخليك تروح للدكتور سيكس ميديكال ادفايس. نيجي سؤال مهم بقى اللي هو البين ريسبتورز، ده سؤال مهم اتكلم عليه في النقاط الستة الآتية. النقطة الأولى كرود فري نيرف اندينجز، الكرود سنسيشنز كلها ربنا مش مهتم بيها، الفاين سنسيشن هي اللي كابسوليتد ريسبتورز نمرة واحد، متشالة على الدورسال كولم نمرة اتنين، متصلة بالفايبر الراقية اي الفا واي بيتا نمرة تلاتة، انما الكرود اساسا على السي الريسبتور بتاعتها فري نيرف اندينجز ومتشالة قدام في الفنترال واللاترال كولم وراء الخلق خالق، الفهم يخليك عمرك ما تنسى. يبقى دي كروت سنسيشن، يبقى فري نيرف اندينج زيها زي الثيرمال، ما كانت الدندريتك اندينج اللي هي الفري نيرف اندينج، الكروت تاتش كان الفري نيرف اندينجز. دي اول نقطه. في كام حد بيشيل البين؟ نوعين من الفايبر لسه قايلينهم، سي فايبر شوف بطريقتي، ثم سي فايبر ثم سي فايبرز، ولزوم اللوكاليزيشن شويه اي دلتا اللي بيطلع الكورتكس. هنقارن ما بينهم. سي بتبقى هو تقسيمه الاي دلتا وسي والحاجات دي قلنا حسب حاجتين الدامتر والفيلوسيتي في كوندكشن، فالسي الدامتر من ربع لواحد واثنين اسف 4.4 ل 1.2 مايكرون، بينما الاي دلتا من 2 ل 5 مايكرونز. السرعه فاكر لو عاوز الكلام السهل السي 2 متر في الثانيه، الاي دلتا 20 متر في الثانيه. لو عاوز الكلام بقى المعقب بقى بتاع الكتب من نص الاثنين وهنا من 6 الى 30، خليك في السهل. وايه اهميتها لينا كاطباء نعرف السرعه بالظبط؟ السي 2 متر، الاي دلتا قد ايه 10 مرات؟ 20 متر. اللي جايه مهمه جدا يا اولاد، الاي دلتا بتريليس جلوتاميت، انما السي فايبر بتريليس جلوتاميت. اوعى تنسى بقى ده، قلنا السي هي اساسا بتاعت البين كرونيك بين، وسابستنس بي بي يعني بين، السابستنس اللي بتدي البين. الاي دلتا لسه واخدينها مسؤول عن الفاست بين اللي هو الابي، يعني نسبيا لانه بيروح الكورتكس لوكالايز يبقى يسموه ابيكريتيك بين، بينما السي السكند بين اللي هو السلو بين نسبيا لانها ما بتروحش الكورتكس فتبقى بورلي لوكالايز، فتبقى تعتبر بالنسبه البين عموما بروتوباثيك، لكن الاي دلتا ارقى من السي فايبر فده يسموه بروتوباثيك بين بتاع السي، ده يسموه ابيكريتيك بين. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه خدناها في المحاضره اللي فاتت، الريسبتور بتاعت البين يا اولاد، قلنا ميكانيكال نوسيسبتورز تتاثر بالاكستريم اوف ميكانيكال ستيمولاي زي سترونج بريشر، ثيرمال نوسيسبتور لسه واخدينها فوق 45 وتحت 5 او 10 في سيفير كود، كيميكالي سنسيتيف نوسيسبتورز، ودي بتيجي سؤال يا اولاد تتاثر بحاجات كيميائيه، مين اهم ماده انا عارف اللي بيجوا؟ برادكينين اكتر واحده بتيجي وبتعمل بين، نوع من انواع الكينين، سيروتون، البوتاسيوم بتيجي، هيستامين، الاسيدز، اسيتيل كولين، بروتوليتيك انزيمز بتيجي كتير، لان لما بتعمل انجي دامج للتيشو اول حاجه بتتحطم هي مين يا اولاد؟ اللايسوزومز، فبيطلع منها بروتوليتيك انزيمز، وبعدين بروستاجلاندينز وسابستنس بي.
تبقى عارف المجموعة دي. بس أنا شاورت لك على الحاجات اللي بتيجي أكتر: برادكينينز، بوتاسيوم، بروتوتيك إنزيمز. يبقى أول ثلاثة ميكانيكال وثيرمال وكيميكال. بولي مودال يعني بتتأثر بأي حاجة. بولي مودال يعني متعددة الأنواع. بولي مودال يعني نوع. بعدين نوع خامس بقى الأوائل 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 الأوائل. حاجة جديدة لقوا في حاجة اسمها sleeping أو silent. silent يعني ساكن أو نائم. pain receptor بتشتغل only لو في inflammation، إنما في الوضع الطبيعي ما بتشتغلش. يبقى دي النقطة الثالثة أنواع الريسبتورز. نقطة رابعة distribution. في حتت فيها more pain receptors، حتت فيها less وحتت ما فيهاش. اللي فيها more أنا مش هقول لك على بيجو السكين والبريأوستيوم. بريأوستيوم اللي هو حوالين العظم. من اكتر الحاجات ايلاما العظم، ان العظم اتكسر، مش لان العظم نفسه، العظم نفسه فتح ودانك مفهوش بين ريسبتور فري نيرف اندينجز. انما لما العظم بيتكسر بيتقطع البري اوستيوم، ده غني جدا في الفري نيرف اندينجز. والجلد في الارتيريال وول، الجوينت سيرفيسز، الفالكس والتنتوريوم سيريبيلاي اللي هما من المينينجيس اللي موجوده حوالين المخ. ليس ريسبتورز موجوده في الديب تيشو والفيسرا. ليس عشان كده عشان تتالم من الفيسرا او ديب تيشو الريسبتور قليله، يبقى عاوز سميشن جامد، يبقى لازم الدامج يبقى واخد عامل وايد سبريد داش دي تيشو دامج، لان يعني العدد قليل. فعشان تشغل عدد من ريسبتور كافي يوصلك ثريشول يو نيد وايد سبريد تيشو دامج. اللي جاي دي بقى سؤال ام اس كيو مهم جدا. في اربع حتت في جسمك ما فيهاش فري نيرف اندينج خالص، اثنين بحرف ال اللانج والليفر، واثنين بالبي اللي هما البرين والبون. واحد قال لي قولها لنا بطريقه جميله عشان ما ننساهاش. لو جالك ابسس في الليفر، خراج في الكبد، تحسش بينك خالص، ما فيش في الكبد فري نيرف اندينجز. شرحه لو جالك خراج في اللانج او في البرين، صور خراج في البرين اللي هو بي 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 بيحس كل حاجه، ابسس ما يبقاش حاسس حاجه خالص. والبون سيربرايزنج ان الاخشيه المغلفه الكافرنج هي بقى اللي فيها، وفيها ايه؟ فيها الاي دلتا السريع، يعني البريتونيوم في حاله الليفر، البلورا في حاله اللانجز، المينينجيز في حاله البرين، البريوستيوم في حاله البونز. عشان كده قلت لك الاي دلتا دي موجوده في الاغلفه، غلاف الجسم من بره السكين والاغلفه بتاعه الاورجنز، بريتونيوم في الليفر، بلورا في اللانجز، مينينجيز في البرين، بريوستيوم في البون. واحد قال لي فهمنا اكتر. ايه القيمه كلينيكيا؟ عن عنده ابسس في الليفر ومش حاسس الم، وعن تاني عنده ابسس في الليفر وحاسس الم، يبقى اللي حاسس الم اخطر. وعشان كده البين انديكيتس حاجه اخطر، لان معناها ان الالم تخطى الليفر ووصل للبروتونيوم. نفس كان في اللنج، ابسس في اللنج مفيش بين، لما يوصل بلورا يعني تفاقمت الحاله تحس بين. في البرين لما يوصل من جيس تحس بين وصداع. في البون لما يوصل بري اوستيوم، تصور البون نبقى حاطين مسمار جوه البون العام مش حاسه خالص، لما البون يتكسر وتقطع البري اوستيوم بيحس. ويحس ايه؟ بين بقى رهيب بتاع الاي دلتا اللي هو فاست. لان انا قلت الاي دلتا اوعى تنساها في الاغلفه، في السكين اللي هو غلاف الجسم واغلفه السينوفيال ميمبرينز والكفرز. تبقى حافظ الكلام ده كويس قوي. معلش هي طويله بسمعها بقى انت براحتك على مرتين على ثلاثه زي ما انت عاوز. نقطه ال 5 في الادابتيشن، قلنا البين ده كان احسن مثال للسلولي ستاتيك ما بيقع ما فيش، تونيك مستمر، ستاتيك ثابت، سلولي ادابتنج. في بعض الناس ده ما مش عاجبها الكلمه دي، يقول لك لا ده اتز نون ادابتنج ريسبتور، لانه بيانديكيت انفورميشن مهمه ان في تيشو دامج، ازاي ادابت يبطل يبعت المسج؟ It's not adapting receptors. نقطة السادسة، ال pain receptors it's non-selective cation channels. يعني channels بتفوت البوتاسيوم اللي قلنا عليه والصوديوم، non-specific non-selective. بيسموها ايه بقى؟ بيسموها transient receptor potential TRP. transient receptor potential. اهم نوع فيها اسمه transient receptor potential V1. فيون دي عشان ريليتد لماده اسمها فانيلويد، دي بتبقى اكتيفيتد
ريسبتور اكتيفيتد بالانتنس هيت اكستريم اوف هيت بالاسيد زي الكيميكال والكيميكالز بقيه الكيميكالز. حتى اكتر كيميكال بيقول لك يعني حاجه غريبه قوي كابسيسان اللي هو الهوت بيبرز اللي هو الفلفل الحراق. فهتبقى عارف دي النقطه السادسه. هعيد تاني بسرعه لان ده بيجي سؤال على البين ريسبتورز يا ولاد. يبقى اول نقطه عد معايا الست ان هو فري نيرف اندنجز لانه كروت كل الكروت فري نيرف اندنجز معروف. لو مش مذاكرها اي كروت سنسيشن اديتك تجميعات رائعه لا تنسى الحياه. كل الكروت سنسيشن ريسبتور مش انكابسوليتد فري نيرف اندنجز. اثنين بيحمل على قلنا الكروت بحرف السي على السي فايبرز ثم سي فايبرز ثم سي فايبرز واي دلتا. دي تاني نقطه. واجي اقول لك اهم نقطه السي 2 متر في الثانيه الاي دلتا 20 متر في الثانيه. الاي دلتا بتطلع جلوتاميت السي بتطلع جلوتاميت وسابستانس بي. الاي دلتا سريعه فاست بتروح للكورتكس يبقى نسبيا ابيكروتيك الثانيه بتبقى سلو بروتوباسيك. ثالث نقطه انواع البين ريسبتورز. قلنا في ميكانيكال وكيميكال وثيرمال. ميكانيكال للميكانيكال ثيرمال للثيرمال وكيميكال للكيميكال. لكن في نوعين تانيين بوليمودال اند السليبنج او سايلنت. نقطه رابعه ديستريبيوشن. في حتت فيها بين ريسبتور كتير اشهرهم السكين والبريوستيا. حتت فيها قليله زي الديب تيشو والفيسرا. وحتت يعني الجلد فيه كتير السكين والبريوستيا. وحتت ما فيهاش خالص اللي هم الرباعيه تبقى فاكرها. خراج في الكبد خراج في لانج في المخ في البوب مش حاسس حاجه. لما يوصل اغشيه المغلفه ده مش بس بيبقى فيه سي فايبر ده بيبقى فيه قلنا الكفر بتاع الجسم السكين بره والكفر جوه السيرفيس ميمبرين فيهم اي دلتا. بقى النقطه السادسه ان ريسبتور ار نون سيلكتيف كاتاين شانلز اعرف اسمها ترانزيانت ريسبتور بوتنشال اللي بيستجيب. اشهر نوع الفي 1 عشان الفالينويد اللي هو بيستجيب للكيميكالز والاسيدز وال extreme of heat. الايتشنج بقى نوت بتيجي عليه احساس غوغائي طبعا اللي هو الايتشنج بيخليك تهرش. في نوعين من الكتب يا ولاد. في نوع بتحطه تبع الميكانوسيبتيف على اساس انه ستيميليتد بريبيتد تاتش سنسيشن هو والتيكلينج. بس الفرق ان الايتشنج انوينج مزعج التيكلينج الزغزغه بليجربل مبسوط. خلاص نمسك في الايتشنج وهو الاهم بقى الانوينج. قال لك الايتشنج او البرورايتس ده بيحدث نورمالي في الهيلثي بيرسون. ممكن يجي لك هي ايتشنج عاوز تهرش لكن ممكن يبقى ساين اوف سيفير ديزيز. الايتشنج كل العيانين اللي عندهم فشل مزمن في الكلى بيهرشوا هرش رهيب. كرونيك كيدني ديزيزز كرونيك ليفر ديزيزز شرح. وبعدين الاتش اي في الهيومن اميون ديفيشنسي فايروس بتاع الايدز يبقى عندهم هرش جامد قوي. كوزد بايه بقى الاتشنج ده؟ احنا قلنا في براديكاينين فاكر الماده اللي كانت بتدي بين وهيستامين. وتعالجه بايه؟ بالسكراتش تهرش. السكراتش بيشغل لما بتهرش بيشغل فاست ثيك فايبرز بتعمل بري سينابتيك انهيبيشن للفايبرز بتاعه الاتشنج زي البين بالظبط. البين هنعرف ان بنوقفه بالبري سينابتيك انهيبيشن. عشان كده بعض الكتب بقى اعتبرت الايتشنج ده لانه بيعامل معامله البين وهو زي البين فهو نوع من انواع البين. وناس تاني قالوا لا ده الاستيمولس بتاعه بيبقى الاحساس كان حاجه ريبيتد تاكتايل ستيميليشن فنعتبره مع الميكانوسيبتيف مش فارقه نعتبره فين. انما انا بقول لك معلومات جميله. الايتشنج والتيكلينج يا اولاد ده مش كروت سنسيشن ده كرود الكرود. يعني زي ما بقول احساس غوغائيه الغوغائيه هرش واكلان. يبقى قول لي انت بقى يبقى ريسبتورز طالب قال لي كرود يبقى سي فايبرز. طب الفايبرز اسف الريسبتور فري نيرف اندنجز يعني ريسبتور عليان حتى اقولها بطريقه لا تنسى ريسبتور عليان ده ام اس كيو كل واحد يساله ام اس كيو. طب الفايبرز فايبرز عليانه سي فايبرز ام ريليتد. طب التراكت اسوأ تراكت اللي في المواجهه الفنترال فنترال سباينو ثلاميك تراكت اللي هو في الفنترال كولم ده الايتشنج. طيب ده كان البين ريسبتور وقلنا الكوتينيوس بين. نيجي للكمل بقى الكوتينيوس بين يا اولاد
ممكن يجيب لك انواع الكرونيس بين ويجيب لك الثريشولد اوف بين. قلنا الثريشولد اوف بين لا يختلف الناس، نقطه مهمه قوي قوي، كل الناس عملوا تجربه لقوا انهم بيتالموا عند 45. يبقى الاختلاف بين حضرتك وحضرتك والعبد الله ليس في الثريشولد، كلنا نتالم عند 45. لو جات لك 46 اعملها صح، مش عاوز عبط. امال بنختلف في ايه؟ في الرياكشن تو بين، التفاعل مع البين. في ثلاث نوع من الرياكشن. ساعات السؤال بيجي كوتينيوس بين ومعاها رياكشن. رياكشن تو بين، في موتور ريفلكسز، في اوتونوميك ريفلكسز، في ايموشنال. نيجي موتور ريفلكس، ده سباينال ريفلكس. الفاست بين اللي خدناه، احنا خدنا كوتينيوس بين في فاست وفي سلو. يعني الاي دلتا لما واحد يشكك بتعمل ايه؟ بتسحب رجلك، بتعمل فليكسور ويزدرو ريفلكس. برضو انا عاوز اشرح لكم كويس يا اولاد، مش جيد نقرا. ده سباينال ريفلكس، سؤال ام اس كيو. يعني لما واحد يشكني في رجلي او حاجه تقلمني في رجلي، اروح ساحب رجلي في ايدي اسحبها. طب نمسك في رجلي بسحبها وراء الخلق خالق، تعال اسحبها بسرعه ولا ببطء؟ طيب قال لي بسرعه، يبقى تستخدم الاي دلتا فايبرز. عاوز اسحبها بسرعه ولا ببطء؟ قال لي ما قلت لك بسرعه. قلت له يبقى تاثر ولا تطول الباث واي؟ قال لي اثره. يبقى اول سنتر تقابله اللي هو السباينال كورد، الافرنس سباينال كورد، يرجع يسحب الرجل، يبقى سباينال ريفلكس. يبقى اي دلتا سؤال ام اس كيو في الفليكسور درول، سباينال ريفلكس. هنا بقى تامل مش هتنساه مع حيد. طب انا عشان احس البين لازم اوصل في السي للثالاموس نون سبيسيفيك بايوتيك انفورميشن والاي دلتا اللي استخدمناه، اوصل للكورتكس. لما انا الريفلكس يجي للسباين كورد ويسحب رجلي، يبقى انا ما حسيتش البين. يعني لا يستلزم انك تسحب رجلك انك تحس بين. طالب قال لي مش مسدد، انا حسيت البين فسحبت رجلي. قلت له لا، هناخد الناس اللي قاعده على ويل تشير، السباين كورد مقطوع هنا فرجليها مشلوله، اراديا تقول له حرك رجلك، ما يقدرش. تلمس رجله حاسس مش حاسس، لان كل التراكس اللي طالعه واللي نازله مقطوعه. فاللي نازله مقطوعه مشلول، اللي طالعه مقطوعه مش حاسس. سبحان الله، واحد بيدخن وقعت السيجاره على رجله وهو مش حاسس، تروح رجله مسحوبه. ليه؟ لانه سباينال ريفلكس، سباينال ريفلكس. ده يستلزم الاحساس بالبين. يعني اراديا ما يقدرش يسحب رجله، لكن ربنا سحبها له بالفليكسور درول. مش حاسس لان الاحساس ما بيوصلش، لكن اتسحبت الرجل. فبقولها في جمله لا تنسى يا اولاد، وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. سبحان الله، سباينال ريفلكس. من غير ما تطلع وتحس رجلي بتتسحب. المقطوع هنا الريفلكس سباينال. ما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده الحس، لانه وراء الخلق خالق. دي سباينال ريفلكس عشان نأثر. ومش بس أثرنا، ده احنا سحبناها وهي مشلوله وفاقده الحس. وايه دلتا فايبرز؟ اللي فاهم بيجاوب الام اس كيو بسهوله. الفليكسوس درول بقى انهي واحد؟ عاوزه بسرعه، يبقى ايه دلتا؟ اختار الايه دلتا. عاوزه بسرعه، يبقى اختار اول حاجه سباينال ريفلكس، خد اللي بعدها. طيب في السلو بين، واحد عنده التهاب في الابندكس، طب هيجي يروح فين؟ ده قال لك الماسلز اللي فوق الابندكس تعمل كونتراكشن، يحصل ريجيتي اوف ذا اوفرلاين ماسلز. اهو لو انا عندي الابندكس في الرايت ايليك فوسه، بس بتبان عندكم في بالعكس في الفيديو، الابندكس ملتهب هنا، تلاقي الماسل اللي فوقيها سباينال ريفلكس برضه بقت ريجيد. يقول لك ايه؟ يسموها جاردنج ريجيتي، عشان الاورجن ملتهب تحتيه، ده تعبان، اي لمسه وجع جامد قوي قوي. لكن لما تبقى ريجيد وتخبطني هتحمي الابندكس. تفيدنا في ايه اكلينيكيا في التشخيص يا اولاد؟ عندي قال لي انا عندي بين في الرايت ايليك فوس، ممكن يبقى التهاب في الزايده. اقعد افعص في بطنه، لو لقيت كل بطنه طريه والرايت ايليك فوس ناشفه، يبقى في جاردنج ريجيتي، يبقى تحتيها الاورجن انفليم، يبقى ممكن يبقى عنده ابندكسايتس. واقول لك حاجه ثانيه مش علينا، حاجه اسمها ريباوند، اعتبرها فقره معرفه عنها.
انك لما تدوس على رايه ايدك فوق ببطء 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 تروح شايل ايدك فجاه العين يصرخ. سموها ريباوند. ده ازاي بنشخص الابنسايتس؟ بحاجتين للطبيب النابه. حاجه ربنا بيحمي الابندكس عمل لجيتي، كل بطن طريه ما تحسس فيها ما عدا الحته دي ناشفه المصلس فيها. تدوس جراديا وتشيل ايدك يتالم جدا. نيجي اوتونوميك ريفلكس. في الاكيوت بين حاجه في الجلد بقى يبقى لازم ادافع عن نفسي سبب البين اشوف بسرعه فبيشغل سمباثيتك افكتس. هارت ريت يزيد، الارتيا بلاد بريشر يزيد سمباثيتك. بينما الكرونيك بين اللي هو غالبا واحد مريض بيشغل البارا. حتى قلت لكم بطريقه لطيفه في السيركوليشن. الهارت ريت يقل، الارتيا بلاد بريشر يقل. فطبعا تبقى همدان فتتهمد. فتتخمد فتنام فتخف. شوف الروعه لما يبقى الحاجه اكيوت تشغل السمباثاتيك عشان اتحضر الموقف ودافع عن نفسي اشوف ايه سبب الالم اللي جالي من بره، ده واحد ضربني اتخبطت. لكن لما يبقى حاجه كرونيك مرض يشغل البارا بالعكس يوطي الضغط ويوطي الارتيا بلا بريشر عشان خاطر تحس بهمدان عشان تنام، لان ده يدي فرصه انك تخف. ونوزيا وفوميتي. ثالث حاجه ايموشنال يا اولاد. الاكيوت بين بيبقى كراينج وانكزايتي. لو حطيت ايدك في الباب قفل الباب على ايدك تصرخ وتوتر. لكن الكرونيك بين يا اولاد الناس اللي عندها بين لفترات طويله بيجي لها في الاخر ديبريشن. عشان كده اي عيان بعلمها لكم عنده كرونيك بين، كرونيك بين لا تعالج المرض فقط. هنا بيعملوا كده يودوه لسايكايتريست عشان يتعامل مع الجانب النفسي للمرض، ان كل كرونيك بين يؤدي الى ديبريشن. هنا لو عيان عنده كرونيك بين ونسيت تقول اوديه لسايكاتري او ما اهتمتش بالايموشنال بارت اوف ذا ديزيز سقط في نورث امريكا. ده كان سؤال الكوتينيوس بين وهو اطول واحد في البين لان فاضل الديب كلمتين والفيسرال كلمتين. يبقى الكوتينيوس بين لما يجي لك سؤال هيقول لك قارن بين الفاست والسلو في 9 نقط 2 2 2 2 وبعدين واحده اللي هي الاي دلتا والسي. ساعات يجيب السؤال الثريشولد والرياكشن سكويد. ثريشولد تقول كل الناس لا تختلف في الثريشولد، تتالم عند قلناها 100 مره 45 ديجري سنتجريد. الرياكشنز هي اللي مختلفه، نحن نختلف في الرياكشنز مش في الثريشولد. هنقسمها الى سوماتيك يعني متعلقه بالسكيتال ماسلز واوتونوميك وايموشن. سوماتيك او موتور يسموها اللي هي سباينال ريفلكس، وانت فاهم ليه سباينال عشان تبقى سريعه. فاست ويذرول ريفلكس لو كان حاجه في الجلد، لو حاجه جوه بالعكس بيحصل ريجيتي اوف ذا اوفرلاين ماسلز. اوتونوميك حاجه اكيوت بتنهض عشان تشوف ايه اللي بيحصل. سمباثاتيك حاجه كرونيك بالعكس بارا سمباثاتيك تتهمد فتتخمد فتخف. ايموشنال باب قفل على صباعك. كراين تصرخ وانكزايتي. كرونيك يبقى ديبريشن. طيب انتقل للنوع الثاني في البين اللي هو الديب بين يا ولاد. ننزل تحت الجلد خدناه، كان في اي دلتا وسي. اول ما ننزل تحت بقى نلاقي ان معظم الفايبر موستلي سي، مش اونلي سي، سي موستلي. يبقى ما هي مميزات الديب بين؟ قلنا ان السي دي ما بتطلعش الكورتكس، والكورتكس هي اللي بتعمل لوكاليزيشن، لان قلنا الكورتكس ما بيستقبلش فايبرز عيانه. اما ليتد سي علمتكم حاجات جميله قوي، وبالتالي يبقى بولي لوكالايز يبقى ديفيوز. طيب قلنا السي من اوصاف البين بتاعها في الجدول انها دال ايكينج، يعني غير يعني المكان غير مميز ديفيوز، مش قادر احدد المكان بالظبط زي بتاع الاي دلتا، ومش قادر احدد نوع الالم بالظبط. دال ايكينج غير مميز المكان، غير مميز المعالم، او زي ما بتقول مغص. مغص ده حاجه مبهمه كده، مش زي ما تقول شكشكه او حاجات من هذا القبيل. معاها دي بريسور افكتس اللي هي باراسمبتاتيك افكتس، ال الهارت ريت والارتيا بلاد بريشر ونوزيا حاجات من هذا القبيل. حفظت الاجابه بطريقه تنسى يا ولاد، كلها بحرف الدي. يبقى الدي بين ديفيوز يعني بولي لوكالايزد، دال ايكينج ومعاه دي بريسور افكت. بقولها بطريقه برضو فيها مزاح. كان من حوالي 20 سنه كده راجل في اسمه جزائري عمل اغنيه خدت احسن اغنيه في العالم، كان اسمها دي
حتى سألت واحد جزائري يعني مش فاهم يعني ايه الاغنيه الناس اللي كلها بتقول دي 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 دي، فقال لي باللغه الجزائريه دي دي يعني تعالي لي تعالي لي دي 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 دي. فانت اوعى تنسى الديب بين دي 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 دي. يبقى ديفيوز غير مميز المعالم، يعني غير مميز المكان ديفيوز، دال ايكنج غير مميز المعالم، وبعدين معاه ديبريسور افكتس. اوعى تنسى الاي دلتا دي موجوده في الاغلفه في السكين، فيها اي دلتا وسي، السي دي هي الاساس. البين بيحمل على ايه؟ سي ثم ثي ثم سي ثم اي دلتا. السي ده في كل حته، انما الاي دلتا دي في الاغلفه السكين من بره والكفرز والسينوفيال ممبرنز جوه. نعم تنساهاش، تحمل على السي فايبرز. طب ايه الكوزس بتاعت الاسكيميك بتاعت الديب بين؟ ماسل سباز، سبازم في العضلات. قال لك ان السبازم ده بيقلل البلاد سبلاي بتاع العضله، اساسا بيعمل بين عشان بيعمل اسكيميا. وممكن في بعض الكتب مصادر ثانيه يقول لك بيعمل اوفر ستيميليشن وميكانو ريسبتور. ما هو السبازم حاجه ميكانيكيه بس اساسا اسكيميا. ثاني سبب للديب بين انفلاميشن، ثالث سبب واهم سبب اسكيميك بين. الاسكيميا. ده بقى لو جه سؤال في الديب بين بيجي اسكيميك بين. اتكلم عليه في اربع نقاط. اسكيميك بين يبقى تايب اوف ديب بين فيلت ان ماسلز، الكلمه واضحه اسكيميا، وين ذير بلاد سبلاي از ريدوسد. يعني الكلمه بتقول روحها اسكيميك بين، بين بسبب نقص البلاد سبلاي، اسكيميا يعني نقص الدم، بس نوع من الديب بين خاص بالماسل وين ذير بلاد سبلاي از ريدوسد. ايه الميكانيزم؟ بلاد سبلاي قليل يبقى اللاكتيك اسيد مش هيتغسل، يبقى اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد. ما احنا قلنا الاسيدز من ضمن الحاجات اللي في ستيميت البين ريسبتورز، وطبعا السيلز تبقى انجر فبيحصل ريليس للبروتوليتيك انزيمز. الكاركترز دي بقى مهمه مليون جنيه دي يا ولاد. كل الاسكيميك بين بيزيدوا لما احتياج العضله للدم يزيد، يعني زياده الاكتيفيتي اوف ماسلز، ويقل لما احتياجها للدم يقل يعني مع الريست. دي الكاركترز. طب الاكزامبل، في مثالين مشهورين جدا، اشهر هو نقص الدم اللي رايح لعضله القلب. اديني مرض اسمه انجينا بيكتوريس، الذبحه الصدريه. بيكتوريس كلمه، عارف البيكتوراليس ماسل يعني صدر، بيكتوريال يعني حاجه متعلقه بالصدر، وانجينا في اللغه في الجريك بعلمكم ترمينولوجي معناها سترانجوليتنج، حاجه يعني خنقاك. انجينا بيكتوريس. ايه اهم حاجه في تشخيص الذبحه الصدريه؟ حاجتين، ان لازم البين يا اولاد يزيد بالاكتيفيتي ويقل بالريست. انما تقولي بقى البين راح لكتفي الشمال ايدي الشمال، كل ده كلام فارغ، لان هوريك بعد شويه ممكن يروح الناحيه الثانيه. عشان اقول العيان ده عنده قصور في الدوره التاجيه لازم البين اسكيميك بين في عضله القلب يزيد لما يعمل مجهود ويقل لو ارتاح. ومثلها بتحصل في السكيتال ماسل اسمها انترميتنت كلوديكيشن، يعني تقلصات متقطعه. كانت موجوده عند الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله، كان عنده سكر، السكر عمل له تصلب في شرايين الاوعيه بتاعت القدمين او رجلين، فبقى الدم اللي رايح للرجلين قليل. فاكر في اخر مره عمل لقاء قمه عربي جميل، لم كل الزعماء يعني عشان نتحضر ضد اسرائيل، وكان بيستقبلهم واحد واحد وهم نازلين من الطياره. طول ما هو ماشي رايح ناحيه الطياره يستقبله وعمال يدعك في رجليه لانه بيعمل اكتيفيتي، لما ياخد الزعيم العربي يقعد جنبه يرتاح ما يدعكش في رجليه، يبقى البين بيزيد بالاكتيفيتي ويقل بالريست. في عضله القلب اسمه انجينا بيكتوريس، في السكيلتال ماسل اسمها انترميتنج كوليكيشن. ده السؤال الوحيد اللي بيجي في الديب بين. يبقى لخص الديب بين تاني، الديب بين بحرف الدي التلاته دي، دال ايكنج ادي اول دي، ديفيوز ادي تاني دي، معاه ديب بريسور افكت التالت دي. طب ايه اهم سب تايب منه؟ اسكيميك بين. ده اللي بيجي سؤال نظري، نوع من الديب بين في الماسلز لما يبقى فيه اسكيميا لما ينقص البلاد فلو. طب الميكانيزم، مفيش دم كفايه يبقى يتجمع اللاكتيك اسيد ويحصل سيل انجي يطلع بروتيتيك انزيمز. اهم حاجه الكاركترز يا اولاد، بنتعلم طب عشان هنمارس الطب مش عشان هندخل الامتحان. مشخص انجينا او انترميتنت كلوديكيشن الا لو العيان قال لي بتعب بالمجهود وبرتاح لما الوجع بيقل بالريست.
والمثال هنا انجينا بيكتوريس هنا انترميتنت كوميونيكيشن. تقل الفيسرال بين احنا تحت برضه يبقى سي فايبرز، بس قلنا الكافرز، فاكر الكافرز الاوائل بقى، دي اجابه الاوائل. احنا قلنا الكافرز هي اللي فيها الاي دلتا، الكافر بتاع الجسم كله الجلد، عشان كده كان الجلد فيه اي دلتا الكوتينيس، اهي الكوتينيس كان فيه اي دلتا، والكافر بتاع الفيسرا، لما الفيسرا نفسها ما فيهاش غير سي. طب ايه الكوزز اوف فيسرال بين؟ الاقي زملاء كثيرون يكتبوا لك لسته من سته، هم اربعه اساسا. اسكيميا دي اهم سبب، خد بالك نقص الدم. واحد يقول لي هو ليه اهم سبب هو الاسكيميا سواء هنا او هنا؟ عاوز ناس فاهمه قوي. انا قلت لكم يا اولاد انه تحت الجلد في ريسبتورز في تحت الجلد وفي الفيسرا، بس عددها قليل جدا. يبقى عشان تدي بين لازم يحصل سميشن، لازم نشغل عدد كبير من الريسبتورز. اكتر حاجة هتشغل مساحة واسعة في عدد كافي من الريسبتور يدي بين هي الاسكيميا، لان مساحة واسعة مش راح لها دم. مش كده اهم سبب في الديب واهم سبب في الفيسرا اللي هو اسكيميا. لدرجة ان زملائي يكتب لك ايه سبازم مثلا في اليوريتر او سبازم في الانتستين بيدي كوليكس، ده ما هو الاسكيميك بين، لان السبازم بيضغط على الفيسلز. تخيل ده في سبازم في اليوريتر في الحالب او في الانتستين ضغط على الفيسل بقلل بلاد سبلاي، هو في النهايه اسكيميك بين. اكتبوا السبب تاني كأن حاجه تانية، اوفر ديستنشن اوف هولو فيسكس. انا ليه لما المسانه البوليه بتتملي جامد ببقى حاسس بالم غير ان انا عاوز افضي؟ لان لما تتملي جامد البريشر بيضغط على الوول بيقلل بلاد سبلاي بيعمل اسكيميك بين. فدي مش اسباب منفصله زي ما هم بيقولوا. الفيسرال بين والديب بين اساسا سببه اسكيميا نمره واحد. السبازم زي انتستاينال سبازم وريتريك سبازم ده وفي الجول بلادر ده اساسا اسكيميك بين او اوفر ديستنشن اوف هولي فيسكس. تاني سبب انفلاميشن، التهاب اريتيشن زي في الجاستريك ألسر، انفلتريشن زي في الاورام. يبقى اسكيميا دي اهم سبب، ثم اسكيميا، ثم اسكيميا بطريقتي، ثم انفلاميشن التهاب، ثم اريتيشن زي في الجاستريك ألسر بالاتس ال، ثم انفلتريشن زي في تيومر. وحفظتها الاجابه بطريقه لطيفه جدا. ايه اسباب الفيسرال بين؟ وما تنساش احنا عدد كبير مننا هيشتغل دكتور امراض باطنه مش بطنه، باطنه يعني امراض غير ظاهره. انا بقولها بطريقه لا تنسى، اربعه بحرف الاي، اي 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 عشان ما تنساش. اسكيميا بالاي، وبعدين انفلاميشن اريتيشن، وبعدين انفلتريشن. اي يعني بدل ما تقول اي 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 اي، ادي اسباب طريقه لا تنسى. بيقول بنفتكر كنت قلتها ازاي اسباب الفيسرال بين، واهمهم اسكيميا. الكاركترز، طب ما هو الفيسرا تحت يعني كانها نوع من انواع الديب بين وفيها سي فايبر اللي هو ما بيروحش الكورتكس، يبقى مره اخرى ديفيوز غير مميز المكان، دال ايكنج غير مميز المعالم، ومعاه ديبريسور افكت، هم بتوع الديب بين. شوف التجمعات حلوه ازاي يا ولاد، ديفيوز دال ايكنج ديبريسور افكت، هنا ديفيوز دال ايكنج ديبريسور افكت، بس هنزود حاجتين هنا في الفيسرال بين. ان معاه ريجيتي اوف ذا اوفرلاينج ماسلز، لما حكيت لكم في الابندكس ازاي بنشخصها، ماسلز فوق الانفليم دي فيسكس تبقى ريجيت. وفي حاجه بقى مهمه جدا بتيجي لوحدها سؤال، معاه ريفير بين بيسمع في حتت ثانيه، وجع الكليه يسمع في الباك وفي الخصيه، وجع القلب يسمع في الناحيه الشمال في الكتف الشمال، وجع الجول بلادر في الكتف اليمين، هنقولها دلوقتي حالا. يبقى حلوه الكاركترز والفيسرال بين نفس الثلاثه بتوع الديب بين على اساس الفيسرا ديب زي الديب بين دي الدي، ومعاهم اثنين بحرف الار ريجيتي اوف ذا اوفر لاين ماسل وريفيرد بين. يعني فاضل بس يا اولاد تحفظ تحفظ، تسمع المحاضره مره واثنين تطلع حافظها صم. انا بقول كذا محاضره في محاضره دلوقتي في الكراش كورس. يبقى اسباب كلها اي اي اي، بدل تقول اي مع اي اي بطني قول اي اي اسكيميا انفلتريشن اريتيشن اند انفلاميشن. والكاركتر زي الديب ديفيوز دال ايكنج دي ديبريسور افكت، ومعاها ريجيتي اوف ذا اوفر لاين ماسل بريفيرد بين. سؤال في الام اس كيو مهم جدا يا اولاد، نوت لو عملت شارب كات في الفيسرا نو بين دي صح؟ تصور يعني
لو واحد في الشارع الانتست بتاعته طالع بره اهي التست اهي بتاعته وجيت انت الحته دي ميته في التست قطعت في من غير اي بنج في الشخص قطعت هنا وهنا وخدتهم له مش هيقول في اي بنج محتاج بنج ليه؟ ما انت فاهم ما احنا قلنا ان عدد البين ريسبتور في الفيسرا وفي الديب تيشو قليل فما اعمل شارب كات باخد عدد قليل جدا من ريسبتور يعني بيفوت في عدد قليل من ريسبتور غير كافي انه يعمل سميشن ويدي احساس بين عشان كده كان اهم سبب لازم حاجه تاخد وايد سبريد اسكيميا كانت اهم سبب يبقى واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو شارب كات لو في الشارع قطعت الانتست يمين وشمال بتاعت واحد مصارين وطالعه بره مش هيحس باي الم ان عدد ريسبتور قليل انت ما خدتش عدد كافي من ريسبتور يصميت بحيث يديك الثريشولد فاليو ويديك سيجنال للبرين سؤال مهم قوي سؤال مهم في الام اس كيو في النوتس نو بروبر ريسبشن في الفيسا طبعا وضع الفيسا ملوش اي قيمه بالنسبه لي وضع الجوينتس مهم اند فيو تمبرتشر اند تاتش ريسبتورز يعني عدد التمبرتشر تاتش ريسبتور قليله واوريدي البين ريسبتور قلنا بيبقى سبيرس قليل نيجي نيوروباثيك بين يا ولاد ده يعني في جامعات كتير ما بتاخدوش اللي هو بين سببه حاجات في النيرف هندي الامثله زي الترايجيمينال نيورالجيا الام العصب الخامس في الوجه واحد من اسوا الانواع بعض العيانين بيكوميت سوسايد بينتحر الجي يعني الم نيورو يعني نيرف ترايجيمينال هو العصب الخامس يبقى الم العصب الخامس ده ترجمه الكلمه احب الترمينولوجي ترايجيمينال نيورو نيرف الجي يعني الم بدليل انالجيزيا يعني حاجه تسكن الم ان يعني لا او الجيزيا فالجي يعني الم بعلمك ترمينولوجي ساتيكا اللي هو الالم بتاع عرق النسه اللي هو في الناس اللي بتبقى ظهرها عندها ديسكات ديسكس دايابيتك نيروباثي حاجه لعنه هناخدها في الامراض في اخر محاضره الناس اللي عندها دايابيتس الاعصاب بتبقى فيها باثولوجي في النيرفز هيربيس زوستر هناخدها ضمن الامراض هيربيس يعني كريبينج بيسحب زوستر في منطقه الصدر اللي هو الحزام الناري يا اولاد سموه حتى حزام ناري الفيروس بيسحب في الاعصاب بتاعه الانتركوستال بتاعه الصدر فهيربيز يعني كريبينج يسحب زوستر في منطقه الصدر فانتوم ليم خدناها اللي هو القدم الشبح لما يحصل اريتيشن نيرف بعد بتر الايه الليم ايه الكاركتر بتاعت النيوروباثيك بين انها الكتريكال وشوتينج يعني زي نبضات كهربائيه باوتس في مجموعات باروكسيزمز او نوبات مع هايبر الجيزيا المنطقه المصابه لما تلمسها بس يحس بالم وباراثيزيا باراثيزيا يعني في زي شكشكه فيها وبارشال ريسبوند تو مورفين اللي هو اقوى حاجه يعني النيوروباثيك بين لسوء الحظ ده واحد من ألعن انواع الالم لا يستجيب لاقوى المسكنات وهو المورفين مش هطول بقى فيها ان انت تقراها الم العصب الخامس النسه عرق النسة آسف وبعدين دايابيتك نيوروباثي وبعدين الحزام الناري هيربس زوستر والفانتوم ليم طيب نيجي بقى ايه لفاتين فاضل لي حتتين صغيرين خالص عشان يبقى خلصت سنسيشن كده عندي الباثويز باذن الله المحاضره القادمه لفاتين يا اولاد يقول لك ايه الالم بيسمع الم القلب بيسمع في الناحيه الشمال كلا في الباك مثلا تعال نشوف هنتكلم عليها ده سؤال بيجي نظري لوحده طبعا لو جه الفيسرال بين وما كتبش ريفير بين هتاخد صفر لو من ضمن لازم تشرح ريفير بين في الفيسرال بين وساعات يجي الريفير بين لوحده سؤال نظري هنتكلم عليه في ثلاث نقاط باي ديفينيشن ان الالم مش بحسه في الفيسرا بحسه في حته ثانيه في حته جلد مش اي حته جلد يا اولاد لازم اللي هي سبلايد بنفس البوستير روت يبقى ديفينيشن ثلاث كلمات تعال اقولها بقى باسلوب علمي عد معايا pain is not felt in the diseased viscous الالم مش حاسه في الاورجن العيان ادي اول جمله pain is felt in the skin area ادي تاني كلمه supplied by the same posterior root دي تالت كلمه يبقى pain is not felt in the diseased viscous pain is felt in the skin area
supplied by the sympathetic rule. فممكن definition يبقى كلمتين بس مش ثلاثة. Pain is not felt in the diseased viscous. هدي أول واحدة. Pain is felt in the corresponding dermatomes. Corresponding dermatomes معناها السكين اللي supplied by the sympathetic rule. يبقى ممكن definition يبقى ثلاث كلمات. Pain is not felt in the viscera. دي جملة مش يعني أساسية في التعريفين. Felt in the skin supplied by the sympathetic root أو أضغم الجملتين دول في جملة واحدة in the corresponding dermatome. طب نيجي ناخد examples. أنا برضو أحب ما عشقت مستعشق النظام. فعمل لك الإكزامبل بطريقة عطيفة أولاً. كل اتنين مع بعض. هو أشهر إكزامبل في العالم اللي هو وجع القلب ليه قلت؟ لأن تلت البشرية بيموتوا من هارت أتاك. ده السبب الأول وفاة في العالم هارت أتاك. فلازم عارفين بيسمع فين الكاردياك بين. ده the most famous example. في الليفت شولدر والإنر أسبكت أوف ذا ليفت آرم. هي كده حتة دي وليفت شولدر بس دي اهم الانر اسبكت اوف ذا ليفت ارم. طيب الجول بلادر تسمع في التيب اوف ذا رايت سكابولا في الكتف اليمين. يعني باخدت كتفين مع بعض شوف لطيفة قوي. الكتف الشمال اللي فيه الساعة اهو كتف الشمال يبقى ده قلب. الكتف اليمين جول بلادر. طب ناخد اللي بعدهم الابندكس يبتدي قبل ما يروح للرايت ايليك فوصة. هما بيروح لغايه الى فصه لما يوصل الكافر البريتونيوم بقى ويبقى لوكالايز. انما هو لسه ما وصلش البريتونيوم بيسمع حوالين الامبلايكس يعني اراوند امبلايكس. يبقى حتى اقول حاجه حلوه هنا. اثنين عندهم ابندكس ولازم توبريت عليهم. عندهم ابندسايتس ولازم تعمل لهم عمليه زايده. واحد بيقول لك الوجع هنا في الرايت ايليك فص والثاني بيقول لك الوجع حوالين الامبلايكس. مين اخطر؟ اللي عارف يحدد مكان الوجع يبقى ده الانفلاميشن زاد ووصل للكفرنج الاي دلتا بيروح الكورتكس بقى لوكالايز. انما ده لسه جوه الابندكس ما وصلناش للبيرتونيوم. يبقى ابتدي باللي عنده البين في رايت اليك فوسا ده اخطر لانه قدر يلوكالايز يبقى وصل للكفرنج الاي دلتا اللي بتروح الكورتكس. انما الثاني ده ريفير بين. ما بين الامبلايكس والزيفويد هنا الحته دي ده وجع معده. يبقى حوالين الامبلايكس الابندكس فوق الامبلايكس المعده. انا عاوز اقول لكم حاجه جميله هنا يا اولاد. الحته دي بيسموها في الاناتومي ايبي يعني فوق جاستيا يعني فوق المعده. ليه؟ لان وجع المعده تملي بيبقى هنا مع ان مع ان مع ان المعده شمال يا اولاد. يبقى يعني بس من كتر ما البين بتاع المعده الشمال ريفيرد في الحته دي فوق الامبلايكس في الايبيجاستيا سموها بتوع الاناتومي ايبي غلط ايبيجاسم. هي الحته دي مش فوق المعده لكن وجع المعده بيسمع هنا. طب واحد ماسك ظهره يبقى ده حاجه من اين يا اولاد؟ يا بنكرياس وده اقل شهره يا كدني ودي اكثر شهره. بس الكدني بتسمع مش بس في الباك حتى العام بيدخل لك عامل كده في الانجوينا ريجن وفي الميل يا اولاد. في الميل بيسمع في التستيكل. ليه بقى؟ لان لما تاخد في الامبريولوجي هتلاقي ان البلاد سبلاي والنيرف سبلاي وده المهم بتاع الكيدني والتستس زي بعض. لان التستس بدات قبل ما تخرج بره بدات جوه فعشان كده بيريفير للتستكل. يعني اما واحد عيان ميل يجي يقول لك عندي الم في التستكل والشخص ده ما اتخبطش في التستكل ما كانش واقف في حائط الصد في مباراه الكوره. تعرف حائط الصد بيبقوا كلهم واقفين حامين التستكل عشان طبعا الكوره تدخل فيها مش لذيذه. فانت سألته يا ابني خدت خبطه في التسك؟ لا بس التسك وجعاني. انا اقول لك تعمل ايه؟ دي ليك انت فاكر معاك لف العيان وتعالى في الرينال انجل اللي هي ما بين اللور ريب والسواس ماسل في اسمها الانجل السواس ماسل واللور ريب دي رينال انجل. روح دايس بصبعك يبقى ده على طول كدني. في تندرنس في الرينال انجل مش علينا دي. يبقى حفظناهم ست اكزامبل وطلعت قوي. مين اهم اكزامبل لو ما قلتوش هتاخد صفر الكاردياك؟ ليفت شولدر والانر اسبكت اوف ليفت ار الكتف الشمال. طب تاخد اللي قصاده كتف اليمين التيب اوف رايت سكابولا جول بلادر مع بعض. شوف اهي ليفت شولدر والانر اسبكت اوف ليفت ار ده كاردياك رايت شولدر ده جول بلادر. طب اراوند ذا امبلايكس ذا ابندكس
بتوين الامبلايكس والزيفويد اللي هي بيسموها ايبيجاستريم، من كتر ما المعده الشمال بتسمع في الحته دي سموا الحته دي ايبيجاستريم. لازم مع بعض يبقى حوالين السره فوق السره، اخر اتنين في الباك، بنكرياس والاشهر الكدني، والكدني ما تسمعش في الباك بس، والانجوانا ريجن، وفي الميل تسمع في التسك. حته جديده بقى اللي حطها لك يا اولاد ومهمه قوي، كنت بقولها بس يعني كتبتها لك. للاطباء اهم سبب للوفاه في الدنيا هو الكاردياك بين يا اولاد. There is no stereotyping، يعني مش كل وجع القلب لازم يبقى في الكتف الشمال. في unusual references occur، يعني ممكن يسمع في حتت غير الحتت دي. فالكاردياك بين مثلا هديك حاجه، ممكن يبقى ريفيرد فين؟ نقول كتف شمال، والانر اسبكت اوف ليفت ارم، الدراع الشمال، كتف الشمال ودراع الشمال. لا، ممكن يبقى في الرايت ارم، تصور؟ ممكن يبقى في الابدومينال ريجون، في الابدومين، ممكن يبقى في الباك، ممكن يبقى في النك، في النك. ويا ما شفت حالات انا بيبقى عنده جو بين في الفك، تصور؟ هو كارديك بين. يبقى اهم حاجه في تشخيص الذبحه الصدريه والكاردياك بين وقصور الدوره التاجيه مش في المكان اللي بيريفير فيه البين، بدليل اهو ممكن ما يروحش الليفت شولدر والانر اسك ليفت ارم، يروح الرايت شولدر حته ثانيه خالص، يروح الابدون، يروح النيك، يروح الجو. عارف ايه اهم حاجه يا اولاد؟ مين شاطر يقولها لي؟ انا جاي اعلمكم طب، مش جاي اخليكم تستعدوا للامتحان بس. الو، الوجع ده بيزيد بالمجهود ويقل بالراحه، يبقى ده كاردياك بين. Increases by activity and decreases by rest. انما العبط اللي 90% من الاطباء حافظينه في العالم ان اعتمد الناحيه الشمال قلب، اي حته غير الشمال تبقى مش قلب. لا يا حبيبي، اتس نوت ستيريوتايب، مفيش كده يعني قوالب صامته ثابته، ده مش في القلب بس، في الباقي كله. في unusual references occur، في حته بيروح حته ثانيه غير اللي انت حافظها. ففي القلب اهم حاجه انه بيزيد بالمجهود ويقل لما يرتاح. I hope نبقى يعني we saved the life of a patient. اتعلمت معلومه خدت بالك منها طبقتها لما بقيت طبيب، انقذنا مريض. يبقى قلنا ديفينيشن النقطه الاولى في الثلاث نقاط، وبعدين الاكزامبل خدناهم اتنينات، ليفت شولدر رايت شولدر، فوق اراوند ذا امبلايكس وعن فوق الامبلايكس الابيجاستيوم، واثنين في الباك. نيجي بقى للميكانيزم. في نظريتين، النظرية الأهم اللي بتيجي في الـ MSQ اسمها Convergence Projection Theory. هفهمك، هقول بصوت، هعلي صوتي في كلمة Convergence و Projection عشان تفهم. Afferents from the diseased viscous and afferents from the skin اللي هو الدرماتوم. افتح ودنك، يبقى الـ Afferents من الـ diseased viscous و Afferents from the skin converge، عشان كده قالوا كونفيرجنس اون ذا سيم سكند اوردر نيرون، ذا سيم سيلز اللي هناخدها المحاضره القادمه اللي اسمها بتاعت البين، السكند اوردر نيرون بتاع بين اسمه سابستانشيا جيلاتينوزا اوف رولاندي، الماده الجيلاتينيه اللي اكتشفها رولاندي، سابستانشيا سابستانس جيلاتينوزا اوف رولاندي او جي اس جي ار، اشهر سكند اوردر نيرون في الطب لانه بتاع البين. طيب وبالتالي هما الاثنين بيتجمعوا عند السيل دي. will project to the thalamus، عشان كده قالوا conversion projection، and in turn to the cortex، project to the cortex and in turn الكورتكس بقى بي بي بيحس الالم هنا، الاكشن بتنشر وصل هنا، هل بنحس الالم في راسنا ولا بيردوا الى موضع الريسبتور؟ بيبروجكت الى موضع الريسبتور. طيب ليه بيردوا على الجلد مش على الفيسرا؟ هنا بقى مقولة عادل إمام. بص معايا، كل مرة بيجي painful stimulus من السكين يوصل للكورتكس تحسه في السكين، يجي من السكين تحسه في السكين. في المرة الغلط اللي مرة أو مرتين في العمر جه من الفيسرا المشتركة مع حتة الجلد دي، وصل نفس السيلز في السيربا كورتكس، هتظن بالتعود بالتعود انه جاي من السكين، فهتبروجكت البين على السكين. ليه يا اولاد؟ عشان متعوده دايما
كل مره بيجي الاكشن بوتنشال ده جاي بتجل حتى في المره الغلط اللي جه من الفيسرا وروح نفس السيل هي بقى هتقول ده جاي من الفيسرا هتبروجكت على الجلد ليه عشان متعوده فسموا النظريه كونفرجنس بروجكشن ثيوري كونفرجنس بروجكشن ثيوري يبقى نقولها تاني بقى يبقى افرنس فروم ذا سكين وافرنس فروم ذا ديزيز ديفيسكس converge on the same cells of substantia nigra of Rolandi اللي هي second order neuron of pain ده convergent طب فين projection وبالتالي will project to the thalamus and enter to cerebral cortex and the cerebral cortex will project the pain to the skin ليه مش في الفيسرا لان ده الموست كومون غالبا لما بيجيله اي اكشن بتنشا بيبقى جاله من الجلد لان طول النهار الناس بتخبطنا في فبنحس الالم في الجلد قلما نحس الالم في الفيسرا فحتى في المره الغلط اللي جه الاكشن بتيجي من الفيسرا ظن انه جاي من الجلد تاني نظريه اقل والاخيره اسمها فاسيليتيشن كنا خدناها فاكرين فاسيليتيشن ده خدناه مع الاكسا مع الاكسيتيشن فيلد والاوكلوجن فاسيليتيشن فاكر لما قلنا النيرون بيجي لها عدد من A مش كافي وعدد من B مش كافي الاثنين مع بعض بيعملوا فاسيليتيشن ويطلعوا اكشن بوتنشال يبقى السبستانشال نوز اوف رولاندي سيلز ريسيف انسفيشنت نمبر اوف نوبس فروم ذا سكين وانسفيشنت نمبر اوف نوبس فروم ذا ديزيز ديفيسكس طيب نورمالي خد بالك بقى السكين اول ذا تايم عشان السكين فيه تاتش وحاجات طول النهار في ستيميليشن في السكين فبيبعت عدد من الامبلس قليل لا يرقى انه يدي بين سكين لوحده طول النهار عمال يحصل له ستيميليشن بس لا يرقى انه يدي بين عارف بقى القشه التي قسمت ظهر البعير لما جه شويه اكشن بوتنشال من الفيسرا اللي جايين من السكين كانوا مش بيدوا بين وعايشين زي الفل لما اتحط عليهم بتاع الفيسرا حصل فاسيليتيشن حصل سميشن بين راح اكشن بوتنشال الكورتكس هيظن انه جاي منين بقى من السكين ليه متعوده دايما يبقى ده ريفيرت بين يا اولاد يبقى لما جينا ريفيرت بين لما جينا فيسر بين لازم نكتب معاه ريفيرت بين ديفينيشن الثلاث جمل بين از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس بين از فيلت ان ذا سكين اريا سبلايد باي ذا سمبل سيروت وبعدين تقول اكزامبلز اتنينات التو شولدرز وبعدين اراوند امبلايكس فوق امبلايكس والباك الاثنين وتقول اهم حاجه للاوائل ان مفيش ستيريو تايبنج وبعدين النظريات ميكانيزم دي الاهم يا اولاد في الام اس كيو كونفرجن بروجكشن ثيوري كونفرجن بروجكشن ثيوري او فاسيليتيشن ثيوري طيب في سبيشال تايب من البين بقى اللي هو الهيديك هيديك بين في الهيد نقوله عشان ابقى خلصت كل السنسيشنز وانت اسمعها بقى على جزئين حسب راحتك هيديك is the referred type of pain يعني دي جملة مهمة جدا في الام اس كيو يعني نحن لا نحس الصداع في موضع المرض ايا كان موضع المرض فوق التنتوريوم سيريبيلاي التنتوريوم سيريبيلاي دي هي الخيمة تنت يعني خيمة تنتوريوم سيريبيلاي يعني خيمة المخيخ سموها تنت يعني خيمة في الانجليزية تنتوريوم سيريبيلاي ايا كان موقع المرض في المخ فوق التنتوريوم سيريبيلاي سوبرا تنتوريال تملي هتحس الالم فرونتال في اورتك في الديستريبيوشن بتاع الاوفثالميك ديفيجن اوف ذا تراجمينال طب وايا كان موقع الالم انفرا تنتوريال هتحس الالم في افاك اوكسيبيتال ريفيرد عن طريق سيرفايكال تول ده سؤال مش مهم جدا ان الهيديك في الام اس كيو از ريفيرد بين صح ما بنحسوش في موضعي بيسمع في حته ثانيه لو فوق الخيمه سوبرا تنتوريال هنحسه هنا فرونتال في اورتك عن طريق اوفثالميك ديفيجن اوف ذا تراجمينال في اوفثالميك مانديبلر اند ماكسيلري اوفثالميك ديفيجن اوف ذا تراجمينال ايا كان انفرا تنتوريال هتحسه هنا اوكسيبتا ريفيرد عن طريق سيرفايكال تو طب جمله مهمه جدا طيب يقول لي مش انت قلت لنا ان البرين ما فيهوش فري نيرف اندنجز ان لو في خراج في البرين
ابسس في البرين ما بنحسش حاجه خالص. طب اذا كان الناس اللي عندها صداع بتقول مخي هينفجر هينفجر، ما هو مبعث الالم؟ والبرين نفسه، البرين نفسه ما فيهوش فري نيرف اندنجز، ما بيحسش الالم. ليه في صداع والعيان بيعبر يقول لك البرين مخي هينفجر؟ يبقى سؤال مهم جدا. البرين از انسنسيف تو بين، سؤال مسكين مهم جدا. طب مين بقى، مين بقى ده السؤال الاهم؟ الانترا كرانيال بين سنسيف ستراكشر، مين الحاجات اللي جوه، اللي جوه الجمجمه اللي بتحس البين وتخليك متصور البين جاي من البرين اللي هو ما فيهوش فري نيرف اندنجز. قلتها بطريقه رائعه للطلبه، حفظتها لهم لاجيال. ارتري ماشي جنبيه فين، عشان تحفظه بطريقه حلوه، ماشي جنبيه نيرف، ارتي فين نيرف، وبعدين ديورا. ادي الاربع حاجات اللي فيها بين ريسبتور جوه السكال. هتحفظهم ازاي؟ بطريقتي، كل حاجه تبقى بطريقه تحفظ. ارتي فين نيرف، ديورا للاوائل، مش اي ارتز، الديورال ارتز especially especially the middle meningeal artery. طب الفينز، الفينس ساينسس. طب الاعصاب، مش كل الكرينيال نيرفز، في ثلاث كرينيال نيرفز بس هما اللي بيدوا الم. العصب الخامس، حتى كده باللون الاحمر ده، الام العصب الخامس دي مدمره. والتاسع الجروسو فارينجال والفيجاس. يعني زي ما في الم العصب الخامس بس اكثر ندره بما لا يقارن، مرض العصب التاسع او العاشر الفيكس، بس اشهرهم الخامس. والديورة and tentorium cerebelli القيمة بتاعت المخيط. يبقى خدنا سؤالين مسكين مهم جدا، ان الهيديك ريفيرت بين سوبرا يروح اوفثالميك ديفيجن اوف ذا تريجيمنال، انفرا يروح للاوكسيبتا اللي يبقى سيرفايكال تو. والبرين انسنسيف تو بين، ده سؤال مسكين مهم. طب مين مبعث الهيديك؟ ارتي في النيرف وديور، والاوائل يخصصوا بالظبط. نيجي اخر حته بقى، كوزس اوف هيديك، اسباب الهيديك. يا اما سبب المرض بره السكال اكسترا كرينيال، يا اما جوه السكال انترا كرينيال. ما لا يعلمه عدد من الزملاء الاصغر سنا يا اولاد، ان الاكسترا كرينيال مسؤوله عن 95% من اسباب الهيديك في العالم، بينما الانترا كرينيال 5%. عشان كده الطالب اللي عمال يحفظ في الانترا كرينيال وسايب الاكسترا كرينيال، السؤال غالبا في النظر بيجي كوزس اوف اكسترا كرينيال، ما بيجيش انترا، لان دي 95% وهتشوفها. كلنا جالنا اكسترا كرينيال هيديك، وقليل مننا جالنا انترا كرينيال. اكسترا كرينيال بحفظها بطريقه حلوه، دي ليها سبع اسباب والثانيه سبع اسباب. احب قوي طرق التحفيظ والتنظيم، غويها جدا. اكسترا كرينيال وانت قاعد في الامتحان، ده السؤال اللي بيجي، وده النظري الوحيد اللي بيجي في الحته دي. بص وجه زملائك، هيديك اربع اسباب للاكسترا كرينيال هيديك. هتشوف في عين اي اي وير ودنه ونوز وساينسز والفم ماوث، كل واحده من دي ممكن تدي هيديك. الاي هناخد في السبيشال سينسز يا اولاد، اللي هو ايرورز اوف ريفراكشن، اخطاء الانحراف، واحد عنده قصر نظر، طول نظر، استجماتيزم، يسموها errors of refraction، اخطاء الانحراف، انحراف الضوء مش انحراف الشخص. او جلوكوما، زياده ضغط العين اللي هو المايه الزرقاء. طب نمسك الاير، كلنا عارفين هقول لك التهاب، حتى يقولوها غلط، التهاب الاذن الوسطى، الناس يقول لك الداخليه، لا الوسطى، الوسطى اوتايتس ميديا، ميديا اوتايتس ميديا، التهاب الاذن الوسطى. ده كلنا جات لنا دي بقى، النيزل والساينسز، الانف والجيوب الانفيه، لما بيجي لك برد بقى ولا انفلونزا بتبقى مصدع. الماوث كلنا جات لنا يا اولاد، عشان كده دي 65% من الاسباب. توث ايك، وجع في السن، يبقى اربعه هتشوفها في وش زميلك، تبص في وشه وتكتب اي اير نوز اند ساينسز وماوث. طب تلات اسباب اخرى. يبقى خدت اربعه، بعدين هاخد اثنين، وبعدين واحد لوحده. اثنين اللي بعدهم تنشن هيديك، مش الواحد يقول لك يا اخي من كتر الكلام صدعتني. تنشن هيديك، عملت لي سبازم في السكالب والنيك ماسلز، سموه تنشن هيديك. سببه تنشن، من التنشن، نيرفس هيديك، من كتر من المناقشه والديسكشن اللي هو السخيف، عمل سبازم في النيك والسكالب ماسل. وفي لسه قايلينها يا اولاد تراجيمنال نيورالجيا، ما التراجيمنال ده طالع بره، بتحس الوجع بره في وشك، تراجيمنال نيورالجيا.
طيب واحد حاجه لوحدها سيستميك ديس اوردرز الانيميا بقى فيها صداع يبقى دول السبعه الاكسترا كلينر. نيجي الانترا كلينر برضه نحفظه بنفس الطريقه مع عشق مستعشق النظام اربعه وبعدين اثنين وبعدين واحد زي هنا كان اربعه اي اير نوز وساينسز وماوس اربعه في وش زميلك اثنين بحرف التي تراي جيمينال نيورالجيا وتنشن هيدك وبعدين واحده لوحدها اللي هي سيستميك ديس اوردرز انيميا. انترا كلينر اللي هم 5% بس اول اربعه فيهم حرف الام مينينجايتس التهاب المينينجيس الاغشيه المغلفه المخ. ده كان في حاجه زمان مشهوره اسمها سيريبرو سباينال مينينجايتس. كان الشخص اللي يجيله سيريبرو سباينال مينينجايتس يا اما يموت خالص يا اما تسيبه عنده تخلف او ضعف الفيجن او الهيرنج. لحد كان ده السر وراء اكتشاف اول انتيبيوتيك في العالم اللي هو السلفا. طبعا دلوقتي في حاجات اقوى من السلفا جدا في علاج المينينجايتس. التهاب السحائي. طيب مينينجال تروما زي الاوبريشن واحد عملوا له عمليه في المخ قطعوا المينينجيس عشان يدخل المخ. طب ما المينينجيس قلنا كفرز الكفر فيها فري نيرف اندنج فبعد ما خيطوه حاسس زي ما يكون قطعت الجلد بتاعه خيطته قطعت المينينجيس وخيطتها فعمليات المخ يحس ببين في دماغه يعني صداع. مينينجال اريتيشن بسبب ورم عنده ورم في المخ تيومر او تراكشن في شد بسبب التيومر برضو. طيب نمرة بعدي مهمة أو عشان كده كتبها بالأحمر مايجرين يا ولاد صداع نصفي. مايجرين إذا فاسكولار فينومينون ظاهرة وعائية. المايجرين دي ظاهرة وعائية. الأول الفيسل يحصل فيه فازو كونستريكشن فيديك برودروما يعني تحذير حتة في المخ ما يجيلهاش دم فيتجمع فيها ميتابولايتس تعمل اريتيشن كل واحد ونصيبه بقى. لو الفيسل تبع الاوكسيبتال كورتكس تشوف اضواء الفيجن تبع الاولفاكتوري اريا تشم رائح لا وجود لها تبع الاوديتوري اريا تحس اصوات مالهاش هلوسه بس الهلوسه مفيده انها بتقول لك ان هيحصل لك صداع بعد كده. يجي لك في سايكيك اريا تحس بانيوجوال هابنس سعاده لا لزوم لها تعرف انها تقلب نكد ان الفيسل يا اولاد من كتر ما هو كونستريكتد بيتعب ففي الاخر يروح طيليت ويبتدي بقى البالس بريشر يلعب بيه اللي هو السيستوليك يزوده والديستوليك يقل فتلاقي عباره عن نقح في دماغك. يبقى ظاهره وعائيه المايجرين بتبتدي بفازو كونستريكشن حته ما يروحلهاش دم بتبقى ثابته في معظم في العيان نفسه تقعد ثابته يعني عيان في الفيجن عيان في الاوديتوري عيان في الاولفاكشن تجمع الميتابولايت سبب نقص الدم يديله برودروما تحذير. بعد كده يحصل انه يسيب الفيسل ويحصل بقى البالس بريشر يلعب بيه يحس الام رهيبه جدا. فهو ظاهره وعائيه. الاول فازو كونستريكشن وبعديها فازو دلتيشن. فازو كونستريكشن يدي تحذير برودروما موجود كمان في مرض الصرع هنبقى نقوله وبعدين فازو دلتيشن يدي الهدف. ناخد الاثنين مع بعض بقى يبقى اربعه بحرف الام مينينجايتس مينينجال تروما مينينجال اريتيشن اند مايجرين. اثنين بقى ضغط عالي وضغط واطي. من احد اسباب الصداع يا اولاد زياده الضغط الشرياني. ارتيه بلاد بريشر عالي وهنا الصداع بيبقى افهم. زياده الضغط بتزود لو زاد البالس بريشر يدي صداع لان الفيسل بيلعب جوه. بيدايليت مع ستول ويرجع تاني مع الدايستول. يبقى كم الهيدك متناسب مع البالس بريشر، الفرق بين ستوليك والدايستوليك. بيجيبوها سؤال ام اس كيو. يجيب لك اربع عيانين عندهم هايبرتنشن يقول لك مين اكتر واحد عنده صداع؟ اطرح السيستوليك من الدايستوليك. اللي عنده اكبر بالس بريشر يبقى عنده اكبر بالسيشن في الفيسل بتاعت الهيد النك يبقى عنده اقوى صداع. سؤال مهم في الام اس كيو. نقص السيربرو سباينال فلويد بريشر زي لما في البنج النصفي ما بيدخلوا ابره في الظهر عشان يدوك بنج نصفي فجزء من السيربرو سباينال فلويد من خلال الثقب اللي عملوه ده بيتسرب في الانسجه خارج المينينجيس فالضغط بتاع السيرو سباين فلويد بريشر يقل. فتخيل لما الضغط بتاع السيرو سباين فلويد بريشر يقل البرين يديسنت يعني البرين الضغط بتاع السيرو سباين فلويد قل لان في تسرب بره المينينجيس فبيقل. فطبعا لما البرين ينزل بثقاليه هيشد على مين بقى؟ على الارتري والفين والنيرف اللي هم الانتراكرينيال سنسيف ستراكشر. تدي واحد من اسوأ انواع الهيدك
اللي هو بعد البنج نصفي، عشان كده بنستخدم ابر رفيعه جدا عشان التسرب يبقى قليل. ان التسرب سي اس اف نقص السيرو سبان فيو بريشر، نزل عمل ديسنت اوف ذا برين لفيو مليمتر، مش بينزل سنتيمترات بس، الفيو مليمتر دي بتعمل تراكشن على السنسيتيف ستراكشر ارتيو الفينو نيرف، تدي سيفير بين. عشان كده حتى العيان يعالجها بطريقه لطيفه قوي يا اولاد. اشتغلت في النائب في القصر العيني، العيان تلاقيه بقى اللي عنده هذا النوع من الصداع نايم في السرير دماغه على الارض، كانك بتجيب حاجه من تحت السرير عشان ينزل البرين تاني، الجرافيتي بقى تساعده ترجع البرين تاني مكانه. وبعدين في توكسيك هيديك، ناس وبئس المصير اللي بتشرب الكوركس، بتمتص الانتستين تعمل اريتيشن في المنينجيز، عشان كده اعتبرناها انتراكرينيال هيديك. كونستبيشن عنده امساك، التوكسينز في القولون بتمتص في الدم تريتيت المنينجيز، عشان كده اعتبرناها انتراكرينيال هيديك. يبقى سبع اسباب للاكستراكرينيال، وده يمثل 95%. اي اير نوز ماوس ادي 4، بعدين 2 بحرف التي، تنشن هيديك وتراجيما نيورالجيا، ادي 6، وبعدين سيستميك ديس اوردرز انيميا. الانتراكرينيال قسمناها نفس تقسيمه 7 برضو، يبقى هنا 7 وهنا 7، مش احلى من كده، بس ناقص انك انت تحصل 4 بحرف الام، مينينجايتس، مينينجال تروما، مينينجال اريتيشن اند مايجرين هيديك، هذا 4. بعدين 2 ضغط عالي اللي هو الارتيريال بلاد بريشر، متعلق الهيديك از بروبورشن تو ذا بالس بريشر، فرق بين ستول والديستول اللي بيلعب بالبس، او لو سيريبرو سباين فيو بريشر زي بعد السباين انثيجيا. وبعدين واحده لوحديها توكسيك هيديك الكوليك كونسبيشن. ايه اشهر واصعب سؤال هنا يا ولاد بقى؟ يقول لك انا هقول لك اسباب الاكسترا كرينيال، اختار اسباب الاكسترا كرينيال ويحط لك معاها كونستيبيشن، فانت يتقال لك كونسبيشن دي في القولون يبقى دي اكسترا كرينيال، لا هي ضمن اسباب الانترا كرينيال. والسؤال السيستر شيب بتاعه يقول لك انا هقول لك اسباب الانترا كرينيال ويحط لك معاها النوز والساينسز، فانت يتقال لك ان الساينس دي جوه الكرينيوم يبقى دي اسباب انترا كرينيال، لا هي اسباب اكسترا كرينيال، عشان كده عاملهم لك باللون الاصفر. يبقى اوعى تنسى ان النوز والنيزل ساينسز دي اسباب الاكسترا اكسترا اكسترا كرينيال. الكونستيبيشن الامساك، ده الامساك المفروض القولون بره بس بيطلع منه توكسينز تيريتيت المينينجيز جوه، فده احد اسباب الانترا كرينيال. يبقى النوز والساينسز اكسترا كرينيال والكونستيبيشن انترا كرينيال. وانا حافظ اسئله الام اس كيو وورد وايد وورد وايد يا ولاد، فبقولها لكم من دلوقتي، اسمعني مره واثنين ثلاثه هتبقى زي الفل كده يا ولاد. خلصنا واحد من اطول الكراش ليكتشرز اوف كراش كورس، خدنا كل السنسيشنز، اسمعها مره واثنين وثلاثه، تضمنت كل الاسئله النظري، كل الاسئله الشفوي، كل اسئله الام اس كيو. بشكركم على وقتكم وحسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم، واتمنى لكم التوفيق باذن الله، والى ان نلتقي فاسعدوا باوقاتكم حتى نلتقي باذن الله. شكرا، متشكر جدا.